آسف أصدقائي أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحادي من استطاع إليه سبيله. مثل ما بتعرفوا اليوم يعني معنا الأخ رياض حبيبنا أمير البحث شجاع البغدادي. خلونا بالبداية نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك رياض. مرحبتين خيجان، وشكرا على استضافتي مرة ثانية، وتحياتي لجمهورك الكريم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك حبيبي يا رياض. بصراحة أنا كثير سعيد لما أسمع صوتك، فقط يعني لما أكون جالس معك يعني أنا أكون بقمة السعادة بصراحة يعني. طبعاً تفضل آسف. لا تسلم حبيبي، هذا الشعور متبادل عن بقوله. شكراً رياض. طبعاً أصدقائي مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي السلسلة الخامسة، خلينا نقول في سلسلة هي أو لا، نحن قررنا نسميها يلا نتمسخر على الله. فنبتدي اولا يعني خشوعا لله، نبتدي ب ايات من الذكر الحكيم. نعم، شو رايك؟ بس بدنا نكون خاشعين شباب، ارجوكم يعني خلي القلب هيك مليء بالايمان، عامر بالايمان. رياض، اللي شايل بطل بيره يحطه ورا ظهره، اذا في عندك انت ويسكي مسكي شغلات هيك خبيهم. نبوية ماسكتها عنده. نبوية، صحيح نبوية. خلينا نرحب بنبوية اول شيء قبل ما نبدا، لانه ضيفي. هلا هي هلا تايهه شوي، هي نبوية مش قادره. ماشي يلا خلونا نبدا بالايات من الذكر الحكيم. يا خذيها. أعوذ بجلدة الحنفية من الإسلام الرجيم. باسم جلدة الحنفية. صدقت جلدة الحنفية. الآية رقم 3 عندك إدغام بغنة. تلاوة، هذه تلاوة تجويد. يعني نحن بنعتذر من جلدة الحنفية لهالأخطاء اللغوية ولا كانت الفنية، يعني نحن مبتدئين ونحاول إنه نتقرب إلى جلدة الحنفية بهذه الآيات الطاهرة، الآيات ال تقدر تفسرنا يا رياض؟ هو قال جلدة الحنفية قدس سره وحشرنا معه يوم الحشر، بأنه من اجتمع اثنان باسمي باسم جلدة الحنفية أكون أنا في وسطهم. فتأكد يا أخي جان أنه هو بالروح موجود معنا حاليا، يجيب الدعوات إن دعوته. أمن يجيب بأبي هو وأمي جورج حبيبنا نبي جلدة الحنفية. بصراحة نحن كثير مشتاقين لك، وكنا نتمنى تكون معنا نبينا جورج باعتباره طبيب يعني.
اه باعتباره طبيب اكيد يعني. هو يعني بصراحه مشغول، هو اليومين عنده منتقل لعياده جديده، الويكند بس بيكون فاضي، ويعني احتمال ما يكون فاضي كمان. كنا نتمنى هذه قصدك الهجرة، هلا عنده هجرة من محل لمحل تاني، هجرة. بالضبط، الهجرة كان صحيح، الهجرة في سبيل الجلد يعني، آسفين. يعني نتوكل وفينا نبلش نيو كالندر، تقويم الجلدة، حنسميها تقويم الجلدة، السنة الأولى الجلدية راح نسميها. السنة الجلدية بالضبط. رياض بصراحة يعني نحن بدنا نبتدي هي خلينا نوضح قصدنا للجمهور الكريم، انه نحن جد ما قصدنا انه يعني نسيء للذات الالهيه ابدا، يعني هذا ما قصدنا نهائيا، بس قصدنا نتمسخر عليه، يعني نتمسخر فيها الذات الالهيه. ف يعني تحملونا، وخصوصا اخوتنا المؤمنين الصادقين، طبعا مو مؤمنين جلدة الحنفيه، مؤمنين المسلمين، يعني تحملونا شوي. رياضه، أنا بدي أعرض صورة هلا اللي بسبب الأسف الشديد انقتل ناهضة حتر، هذا بالأردن، في سبيل صورة، يعني صورة تستهزئ بالله أو تسيء كما يسمونها للذات الإلهية، يعني صورة تكلف حياة الإنسان، ومع أنه الزلمة لا رسمه وما هو فنان يرسمه، يعني هو بس سوالها شير على صفحته بالفيسبوك ومحاها. خلونا نشوف سوا الصورة هاي. يظهر الصورة ما عندي هون. أين اختفيت أيتها الصورة الحمقاء؟ يظهر ما عندي هون، للأسف الشديد. على كل أنا راح أعرضها على فيديو يكون أحسن، يعني أنا على أساس حيطة طيب خلينا نشوف مكان تاني. آسف كتير على عدم التحضير. لا أنا محضرة، بس هي كيف اختفت من مكانها؟ أكيد سويت خطأ فني أنا. أكيد عملت خطأ فني، لذلك هي راحت الصورة من إيدنا. طيب، قضاء الحنفية وقدر، قضاء الحنفية وقدر، يعني لا حول ولا قوة إلا بالحنفية. أسفين كثير أصدقائي الحنفية، يعني عسى أن تكرهوا حنفية وهي خير لكم، يعني بالضبط بالضبط. يعني على كل حال، يعني راح اجيبها، حجيبك يعني، حتروحي مني فين؟ دخلك هيئة العلماء بالسعودية، لا أحلها البيضة من طيز الدجاجة ولا لسه؟ وينو الله؟ هذا الطيز، وينو الله؟ بهاي لا، هن بصراحة يعني ما أظن لقوا له حل، يعني لسه عم بيدوروا الطيازة، أظن هلا بدأوا بطيازة البقر، يعني تطوروا شوي، يعني بدأوا بطيازة البقر، صار يفتشوا عن الله بطيز البقر. كويس كويس. فأنا بدي أساوي شيرينج على هون، فيديو بدي أساويه. آسف كتير أصدقائي، أنا ما قدرت أشوف أنا أعمل لهم دعاية على بال ما تطلع الفيديو لك. لا لا، تمام، أنا طلعت الفيديو. لنشوف سوا هاي هي الصورة، يعني صورة شايفين الله هذا هون واقف بباب الخيمة، عم يعني بيقول له يسعد مساك أبو صالح، تحتاج شيء؟ عم بيقول له نعم يا رب، ناولني كوب خمر من هناك، وقل لي جبريل يحضر لي بعض الكاجو، ثم أرسل هنا غلام مخلد لينظف الأرضية، وخذ معك الأطباق الفارغة. يعني رياض، في يعني في شيء غير واقعي بهالصورة هاي؟ في شيء غير واقعي؟
لا قمة الواقعية هذه. تعرف أهل الجنة عندهم سبيشال روم سيرفيس، فخمس نجوم عندنا، هم عندهم 10 نجوم. فهذا واقع حال الجنة يعني، كل واحد يشتغل روم سيرفيس، جيب لي خمرة، جيب لي غلام، جيب لي فرخ. واقع حال هذا فعلا يعني، هذا هو اللي ينتظرونه، هذا ما ينتظرونه أغلب يعني المسلمين، أعتقد أغلبهم لا كلهم هذا اللي ببالهم يعني. يعني اعتقد كلهم يعني ينتظرون الله مثلا، يعني الله اليوم لما بيكون بالجنة المسلم بيقول يا رب اعطيني الطير الطاير، الله بيقول لك شبيك لبيك، يلا خذ الطير الطاير كله، يا رب بدي الحورية، تكرم عينك بجيب لك اياها ومختومك يعني، يعني فبيعطيك اياها ومارس مثل ما بدك اعملها. انا صح. عجبتني قصة آدم امبارحة بصراحة، أنا كنت عم بسمع على مقطع من مقاطعك، يا ريت سيد كمال الحيدري. بالضبط يا ريت بس هيك تقلد لنا إياه لما يحكي باللهجة العراقية يابا. يقول فمن نسل آدم ظهر في نهاية المطاف. شوف شو يقول هنا السيد، يقول عن السجاد رضوان الله عليه. شو يقول السجاد رضوان الله عليه؟ يعني هذه أسلوبه كأنما احنا قاعدين مدرسة مزعطة بالروضة. شوف الأستاذ كان يعلمنا دار دور ورزاق انقلب، انقلب زورق رزاق مقلوب، وهذه الأسلوب البايخ جدا. فعادة عندهم هذه، لا زالوا يمارسوها لحد اليوم. هو قاعد قدام كل زلمة عمره 60 70 سنة ومشيب، وقاعد هذا يشرح لهم. فقال آدم لماذا لا تنكح أختك، شو اسمه، لوزة، لوزة 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 ولا موزة؟ لوزة والشيخة موزة. لوزة والشيخة موزة. يعني من معجزات الشيعة بصراحة، من معجزات الشيعة إنه أنا قبل ما أدخل على الحلقة قريت في صديق اسمه سعيد كان حاطط منشور إنه أينشتاين أسلم وأصبح شيعياً، وحسن إسلامه. ما بعرف إذا حسن إسلامه ولا طلع منافق، بس المهم يا ريت يا ريت أصدقائي نشوف الصورة سوا والكتابة شوي يعني مثل ما بقولوا صغيرة راح أكبرها، يعني أنا قدرت أقرأها يعني. سأريكم، آسف هذا يظن غلط بالصورة هاي، لازم تكون هاي. آسف لازم أطفي إذا في أشياء أخرى. هذا طيب، هاي هي الصورة. خلينا نقربها شوي هون. عم بيقول ألبرت أينشتاين هو عالم الذرة وأبو العلم الحديث، هاجر من ألمانيا إلى أمريكا دون أن يتخلى عن جنسيته، بروفيسور في الرياضيات والفيزياء والعلوم النووية. كان على تواصل مع المرجع الأعلى السيد البرجورجيدي. بصراحة أنا ما بعرف أنت سمعان فيه هذا البربورجيدي. لا هاي تأليف ما مش موجود. المهم معجبا بكلام الأئمة عليهم السلام، حتى أنه قد أعلن تشيعه وإسلامه للسيد المرجع آنذاك سرا، وهو يقول لن أبالي بما يقولون، فهم الدين في العمق أظن. وتوفي مسلما متشيعا في عام 1955، وعن قريب سوف ننشر مذكرات له، وكانت طي الكتمان في مركز الوثائق البريطانية بعد أن وقعت رفعت الملايين دفعت الملايين من قبل إحدى الأمريكان دون الوصول ذوي الأصول الإيرانية. وكيف ويعمل أن تكون الجمهورية الإسلامية الدافع الحقيقي وراء ذلك. صورة نادرة لأنه ما بعرف شو مع أينشتاين، هذا
فهذا واينشتاين وهذا المرجع الإسلامي. بس إذا هو اللحية بالمقلوب يعني لحية المرجعية البيضة صارت شعره لأينشتاين وشعره صارت بس إذا رجعنا للصورة الأصلية في صورة أصلية طبعا بس دي أطالع الصورة الأصلية هاي هو سيد من بيت الهاشمي أينشتاين أينشتاين هاشمي لا يكون من جماعة علي بن أبي طالب هذا ايه من الشريف الحسين من الحجاز هو اصلا طيب انت ما بتعرف مثل ما عملوا بشيكسبير ما سمعت القذافي شو كان يقول على شيكسبير لا والله هات لنا نشوف قال هذا اصلا عربي هو بالاصل اسمه الشيخ سبير قال ابوها صارت شيك ايه مثل ما عم بقول لك هو الشيخ سبير على كل بس الشيخ سبير اي اي حلوه هي الشيخ سبير طبعا هي الصوره الاصليه الشخص هذا شايلين راسه وحاطين راس اينشتاين هذا اينشتاين شيراز الاصلي هذا اينشتاين شيراز بالفعل دانه مقلوبه يعني على كل ما لنا فيه نحن جماعه ما لنا في الشيعه بالصراحه يعني الشيعه قل هو الله احد يعني الجماعة الطائفة الشيعية يعني ما بدون هم بس بدون يلطموا بعاشورة وخليهم بحالهم ما بدون شيء من حدا يعني أبدا نهائيا ما بدون شيء نهائيا من حدا يعني لاس مقولوا طيب يعني خلينا نروح على الله حبيبنا وتاج راسنا الله الكبير يعني العظيم برأيك أي واحد فيهم الله ما غيره يعني في إله الجلدة الحنفية وفي إله الإسلام وفي لا إله الإسلام احنا شنو الجلدة الحنفية نحن نقدسها هذا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم معه عن إله جلدة الحنفية ما تسأل نهائيا نحن سؤالنا الاستهزاءنا يعني بده يكون برب الإسلام برب محمد القذر هذا النجس رياض أنت كمعلومات وين عرش الله؟ هو بتطلع السماء السابعة ما تسألني وين تحديدة من وين بتبلش ومن وين تخلص المهم السنة السابعة وتطرق الباب يطلع لك ملك بيقول مين لهجته هيك صعيدي مين؟ تقول له أنا جبريل وجايب لك معي ضيوف مين اللي مع إيه؟ جلدة الحنفية وهل بعث؟ لك من زمان بعث شو تقول لي بعث؟ نص العالم عم تمشي وراه تقول لي بعث افتح يا معود افتح ما تعرف الباب كيف شكله وشو عنده عين سحرية فتح لك الباب تدخل تلاقي ثمانية ملائكة مثل هرقل عضلات وهيك يعجبوك شكلهم وكل واحد شايل جناح مرسيدس وقاعدين تحت شايلين العرش هيك فوق راسهم كيف الكرسي تاعت الملكة إليزابيث بس أحلى من كرسي إليزابيث لا ما وقف تحكي على ملكتنا إيه الأحلام بمقارنة العروش احنا ما بنقصد الملكة حافظها جلدة الحنفية ورعاها أكيد حافظتها وتشوف الله قاعد وشايل بإيده الصولجان شكله مثل الديلدو هيك ديلدو على شكل ذهب ماسكها بإيده وهذا عرش الله قاعد وثمانية ملائكة عم بيقح ويضرط لأنه صار له من أزل منذ الأمد وهو شايل العرش فوق راسه يقول له إمتى يا ربنا نبدل نعمل شيفت تريد جيب غير ملاك يشيل محلي ترى أنا تعبت شو راح أضلني هيك يعني شايل العرش هاي للأبد يعني طيب لما هلا في اثنين بتناكحوا مثلا ذكر وذكر او انثى وانثى يتناكحون والله يهز عرشه هن بيهزوا له اياه ولا لحاله بيهز ما هي اثناء الهوموسيكشوال بتصير عنده الرعشه الافندي الرعشه هاي تنتقل الفايبريشن الاهتزازات للسماء السابعه فالله بيشعر بكل واحد فيهم ويبلش عاد الملاك هو كمان تعرف عنده شعور وإحساس الملاك بده مش بس إحنا بدنا هو كمان بده الملاك فبيصير يتبعبص والعرش يتحرك والله على طول بيشعيوها في واحد منكم يا الملاعين عم بيعملها هلا إلا لعن سلفة طيب
في آسف في حديث أظن بيقول صحيح البخاري ذكر ايه رجل عند النبي، يعني هاي يعني نحن عرفنا إنه الشيطان بضغط كثير، ويعني طبعا شفنا رسائل ماجستير عن الضراط في عند الأخوة المسلمين، بس بصراحة يعني البول هاي شغلة جديدة. اسمع، صحيح البخاري صحيح مسلم ذكر رجل عند النبي صلوات الله عليهم، هاي مثل على شغل أهلنا العراقيين، ونام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. هاي من صحيح البخاري طبعا. ف يعني أنا بس بدي أفهم كيف الشيطان، يا ريت تشرح لنا، ما بعرف إذا أنت عندك علاقات دبلوماسية مع الشياطين، تشرح لنا كيف يبول الشيطان بأذن المسلم، يعني هو أذنه مرحاض يعني؟ أنا عندي similar experience، يعني عندي تجربة شبيهة بهاي التجربة، بس مرة من المرات كنت طفل، يعني طفل فقت من النوم. تعرف أحيانا الواحد لما يفيق بيكون عنده شوية أشياء بعينه ملزقة، صفار على شوية إفرازات بالعين. رحت على ستي مرة ختيارة، قلت لها ستي شو هاي اللي بعيني؟ ليش دائما كل ما أفيق الصبح بلاقي هاي؟ قالت لي: هذا خرج شيطان ابني. قلت لها: لا خرج، كان وين بده يبول؟ قالت لي: هاي إذاناتك، افتحها وهو ينزل خرطومة بإذنك ويبول وتطلع من الجهة الثانية. وبالفعل لا يعني عن جد هي من ثقافتنا كمان، انه هذا خرج الشيطان. لما واحد فتح عينه بتلاقي الشيء الابيض، يعني هي افرازات العين، فبيسموها خرج الشيطان. يعني ما بعرف يا ليش هيك الثقافة الإسلامية كثير مهتمة بالبول والشخاخ والخرا وحش السامعين، يعني بهالمسائل هي، وحتى بيحطوه بأذناتهم بعيونهم. هذا الخيال الواسع لما يكون الإنسان ما عنده تفسير علمي وما عنده اكتشاف لسه. البرنامج اللي أنا عملته البارح على تعليق السيد كمال الحيدري ونسل آدم، إنه هذا الحديث نسبة إلى أحد الأئمة اللي اسمه السجاد، معروف الإمام السجاد، وهذا معصوم، دير بالك، يعني حسب المراجع الجعفرية هذا يعتبر معصوم، حاله حال النبي، مثل الأنبياء معصومين، يا وعندهم سلام. كرامات وعندهم معجزات، عندهم كل شيء ما عدا الرسالة وما عدا النبوة، بس الباقي كله مشترك مع الأنبياء. فقال لك كيف، يعني تخيل فكر فيها، قال لك: طيب احنا كيف انتشرنا البشر اذا كان ادم من تراب وحواء راح اجى الله متخفي بنص الليالي وسرق له ضلع وحط له بمكانها جزمه؟ تعرف لما تاخذ ضلع لازم تبدلها شيء بمحل شيء، راح حط له جزمه. اي وطيب، طب كان احنا من وين اجينا؟ طيب ما بدهاش، معناتها انه حواء كانت عم بتخلف مثل المكنه، 2 باثنين، 3 بثلاثه، 4 باربعه، وصار اخ مع اخته، ما في غير حل، يعني ما لها غير تفسير، ما هيك؟ فهذا اكبر دليل، يعني انا متعمد ومتقصد اني احط هذا الشيء لانه بدي الناس تفكر. هو صح مسخره وضحك، بس بدي الناس تفكر انه شفتوا، لو كان هذا من الله، لو كان هذا فعلا معصوم، ما كان قال هالحكي بنوب، وما كان سمعت مثل هذا الحديث أبدا، وإن كان حديثا موضوعا، لكن هذا إن دل على شيء يدل على خيال الإنسان الواسع، وأنها كما نقول دائما صناعة بشرية يا جماعة، صناعة بشرية. والدليل ألولو، الدليل كل التناقضات مع العلوم تجدونها في، يعني على غرار صحيح البخاري عند أهل السنة والجماعة، عندك يسموها بحار الأنوار عند الشيعة، او اصول الكافي، هاي يعني كلها تجي فيها يعني تجاليط، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، تفسير وجد الشمس تغرب في عين حمئه، مظبوط، في حديث للامام علي والملائكه تسحب الشمس بالسلاسل، دير بالك الملائكه كل واحد، هذول
اللي كانوا عم بيحملوا العرش هم متعودين على الحمل، هم حمالة يعني، شيالة شيالة، حمال باشي. فهذول شايلين الشمس، الشمس هي هاي القرص الضخم هذا الهائل، وميتين حرف مساكين، كل شوي عم بيشربوا بطل ماي من تعرف ديهايدريشن. ما زمزم المهم ها؟ اقول ماي ايه، ماي زمزم اللي احنا نص العالم شاخه فيه. بالفعل يعني، يعني شوف شوف الغباء لوين. انا بس هيك اتخيل في مخيلتي ملائكه مثلا ماسكين الكرباج وعم بيضربوا الغيوم، راح بس لك الغيمه، الغيمه من كتر ضربه الكرباج هذا بتشعل النار بسيف. اي مضبوط مضبوط حتى مضبوط مره. يمكن ستي طبعا مرجعيه بالعلوم، ستي يذكرها بالخير، قلت لها ليش هذا البرق نسمع صوت بيخوف؟ قالت لي هذا يمكن شيطان عم بيطرد. مش عب ضراط بصراحة يعني، مش هالثقافة الضرويطية. طيب في حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو، هو طلع غصبا عني ما قدرت أتحمل. ولا يهمك ولا يهمك يعني، هلا راح نشوف الحجر يعني، أنت نشوف الحجر هو الناطق. عن جابر هذا بطيخه رضي الله عنه بن سمرة هذا، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، أعرفه الآن. يعني هو بيعرفه الآن، قبل ما يبعث كان يسلم عليه يقول له كيفك حمودي؟ لو حمود عم بتخيلها براسي وصعبة يعني، صعبة كتير صعبة. هي إذا مثلا الجحشة طارت، معقول يعني الحجر ما يتكلم؟ الأبواب مفتوحة على مصراعيها، يعني هاي تريد تطبقها بهذا الزمن كأنما أنت جان هلا عم تمشي برا على الرصيف وشايف هاي تاعيت الإطفائيات اللي بيحطوها للمي، فاير هايدرنت، وأنت عم تمرق من جنب هاي، ولو جون كيفك، ولو السلام عليكم، مين هذا مين هاي؟ معناته راح أبعث بعد شي أسبوع، راح أصير نبي. لا لا يعني والله راحت مني الفكرة يا زلمة. هذا حمودة بالفعل دعاءاته مستجابة يعني، أكيد الله دعا علي شي دعوة هيك خلاني أنسى الموضوع. على كل راح أكمل عن الحجرة هاي. طبعا هذا موجود رواه مسلم والترمذي كمان، يعني هذا الترمذي، الترمذ اللي بيحطوا فيه ترمس المي. ليه؟ وقال عبد الله بن مسعود، هذا مسعود أفندي، كنت برزاني. كيف برزاني؟ لا لا مو مسعود برزاني، هذا جده له مسعود برزاني، على ايام على ايام حموده يعني، ولا يهمك. وقال عبد الله مسعود بن مسعود، هذا مو برزاني، هذا بن مسعود، كنت امشي في مكه فارى حجرا اعرفه، يعني بيعرف الحجره بالضبط، ما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إلا وسمعته بأذني يقول: السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله سبحان الله يا يعني الله. يعني يعني شو بدكم أكثر من هيك علامات النبوة؟ يعني شنو تريدون زين؟ يعني أكثر من هاي بعد خلاص يعني، آمنوا يا جماعة آمنوا، حتى الصخر قام يسلم ويعفط، واحنا عندنا هنا الصخر يعفط بيزيج بالعكس، مش بيسلم. يعني انا كمان عندي بعثه، بس انا بعثتي تختلف عن بعثتهم، فتشوفني انا وعم بمر من الصخر بيعمل لي لك انت هون. انا بصراحه انا ليس لي علاقه بالصخر، خصوصا انتهت علاقتي مع الصخر عندما امنت بجلده الحنفيه. انا صار لي علاقه بالمي، الله كل ما بمر برش علي برزرز من خيراته بركاتها، يعني البركة. رياض شو علاقة الاستلام بالحجر؟ يعني ليش الحجر بالذات يعني؟ هلا كنت راح أسألك نفس السؤال، تصدق حجر وأسود، كعبة وحجر، وحجر وبحصات الشيطان ترجمها 7 مرات، وكل واحد يرجع مرشوخ.
ايه على فكرة الحجر هذا اللي عم برجموا فيه الشيطان هلا عم ينباع بيع بالسعودية. عن جد جد ما جد بستغرب، هالسنة ما بستغرب. هالسنة حطوا لهم اياه باكياس سودة هيك مربوطات، شلون بالقديم لما النقود ايه المؤمنين بيشلفوا كيس نقود للشاعر ولل هيك على نفس الطريقة، ايه حطوا فيها 7 8 حجرات وبيعوك اياها جاهزة. قال شو معقمة على ابوك معقمة، يا يمكن حتى ميد ان تشاينا. شيء مسخرة بصراحة، دي مسخرة يعني ابوكم اولاد اسفين اصدقائي، يعني انا اخذني الضحك. صحيح تذكرت في فيلم مسلسل صح النوم، غوار الطوشة وحسني بورازان، حسني بورازان كان اخذ دور انه على اساس فنان شو نحات، ايه فبمسك الحجر هيك وعم بنحت، انطق ايها الحجر انطق ايها الحجر. انا متاكد هذا ياخذها من القران، اعجاز علمي، ما تقول لي ما هو اعجاز علمي هذا. ولا يطلع الحجر هذا ذات الحجر اللي كان عم بيسلم ولك اي ولك شوي شوي ولك عو لك انا صديق النبي ولو. مش في حديث انه جذع النخله اللي كان يوقف فوق منها النبي ويخطب، ولما ينزل من جذع النخلة بتبلش تبكي وتقول له وين رايح حبيبي انت، خليك واقف فوق مني، ليش تركتني؟ هي طبعا هاي العشرة. ايه طبعا. طيب في بمسند احمد للامام احمد بن حنبل عم بيقول حدثنا هشام بن سعيد قال ان محمدا بن دينار عن سعد بن اوس عن مصدع ابي يحيى الأنصاري عن عائشة قالت إن الرسول الله كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. هاي العائشة، ها عائشة يعني شوف شوف قد ما هي ذكية عائشة، ايه عم تقول لهم إنه كان يمصني ايه يقبلني ايه وهو حائض. ما هذه غيرانة من فاطمة بنته لمحمد، في حديث شيعي انه كان تجي له فاطمه يقعدها على حجره وكان يحط يمرغ راسه بصدره. انا ما عم بجيب هالحكي من عندي، هذا الحكي من مراجع شيعيه، كان محمد يجي يحط منخاره بنص صدره لفاطمه هيك بيعمل، وبعدين بيقول له يلا طلع لسانك، بتطلع على لسانه وبيروح ماصص لسانه بيتماصص. راحت عائشه دخلت عليه والكو راح هذا التبك تلبك، شاف مرته داخله عليهم وهم في هذا الوضع، قالت ما ولا يهمك ولا يهمك، انت جاي الدور عليكي، بس خليني اخلص من فاطمه، دور عليك انت يا عيوش. فهذا يمكن هو السبب، ما بعرف بصراحه، انا لم اكن معهم يعني ما بعرف شو هذا. محمد كان شوي يعني عقلاته، بس هي احاديث يعني، هم هلا مفكرين انه انا وانت عم نالف، لا مش هذه مراجع، هذه موجوده في كتب الصحاح. بالضبط بالضبط. انت لما حكينا على عرش الله بصراحه يعني اخوي مع احترامي لك يعني هو صح كانوا شايلينه على وعم برجفوا، بس اتضح اخيرا بالتلسكوب هابل هابل؟ لا هابل سبيس؟ ابن عمه ولا هابل؟ انا ما بعرف ولا هابل. مخبر، في مخبر وفي هابل. مخبر يمكن. مخبر. هذا طلع عرشه على الماء، يعني طيزه. يعني طيزه المسكين هذا، الله طيزه من كثر ما هي محروقه على طول بدها تكون على الماء. فعلى طول برد على طيزك يا ولد. برد زلمه بده تبريد يا اخي. خلونا نشوف الله على عرشه. و طبعا هذا والله كان هذا تناقض. ايه كان عرشه على الماء، طبعا هذا ما بعرف عن حديث ولا ايه قرانيه، ناسي وانا ناسي. على كل الحال بنتذكر يعني صار فينا مثل هذا الشيخ العريفي في غدة انا نسيت اسمها، ونحن نسيناه حديث الايه. على كل هذا الله الفهلوي هذا، يعني شايفين مثل ما شايفين اصدقائي،
قاعد على الماء ومبلي ومرخي، فأكيد من تحت كان يشعل نار، أو في حالة واحدة كمان يعني حابب الحيتان والأسماك تلعب معه يعني دغدغة يعني. وهي في نوع من الأسماك يا جان بتجي بتلحس وتنظف طيزه بعد الإشخاخ، تعرف تويلت بيبر ناتشرال طبيعي، بتجي السمكات هيك بتدغدغ وتلاقيه هيك قاعد وعم بيضحك هيك ويكركر لأنه في سمكات من تحت. وأنا بقول ليه عرشه بهز بقى. وهذه بتذكرني ببعض النصوص بالتوراة أنه عرش الشيطان بالبحر، فيمكن يطلعوا ذات الشخص بالأخير، الله والشيطان واحد يمكن. يعني ما بعرف أنا، يعني ما بعرف أنا، لن أقول نفاقا يعني، بس أنا بعرف عرش الله هو اللي على البحر وطيز الله هي اللي تلعب فيها الأسماك يعني. ويمكن مثل ما قالوا لي بعض الجماعة بيطلع هذا العرش ببرمودا، كل الطيارات والسفن عم تختفي هنيك، فعم بيفوتوا بجحر ما بعرفوا هذا الجحر شو هو بالضبط. يعني انت فاهم علي شو باصل؟ وينه الله؟ طبعا هذا ارطي طلع برمودا برمودا خشخشه خشخشه وينه؟ هذا يلا وين الله؟ وين الله؟ وين الله؟ اطول الله يعطيكم طيز الله وديكم. صدقني يا رياض صار مسخرة عن جد يعني. أنا أستمتع لما أستمتع على الله صراحة. إحنا جبنا شيء من عندنا، ما كله من عندهم، كلها مراجعهم هذه، إحنا ما ألفنا ولا شيء، ما جبنا ولا شيء من جيبنا، كلها من مصادرهم ومن مراجعهم. طيب خلينا نروح على يعفور. تعرف يعفور؟ إيه هذا اللي يحب الإناث هو. لا شريف يعفور طلع شريف، قال لا يا رسول الله لا أحب الناس. بس خبرهم للناس، في ناس ما بيعرفوا مين يعفور، خبرهم. طيب يعفور أصدقائي، أظن يعني يعفور هو مش هذا، مش هذا واحد تاني، هذا كمان يعفور بس هذا غير نوع. لا هذا يا قرود، هذا هذا ياجوج سمينا. ياجوج يعفور هو حمار يعني. طب شوف الاسطوره الاسلاميه او العلوم الاسلاميه، خلينا نقول شو اسطوره الاسطوره. ما هذا؟ هذا الشيطان، عندما اختلي به الشيطان هذا شيطاني. هذا شيطانك ها. يعفور يا جماعه كان من بني قريظة، جحش عن بني قريظة، فلما محمد غزا بني قريظة وأخذ الممتلكات والأموال ونهب السبايا وهي شو بسموها الغنائم، فكان من نصيبهم الغنائم وحمار. هل حمار حمار الناطق؟ قال حكى مع رسول الله، مرحبا يا يعفور. لا شلون؟ هذاك الحمار عم يقول له السلام عليكم يا رسول الله. قرايب الصخر طلع. رسول الله طبعا ما تفاجأ انه حمار يتكلم، قال وعليك السلام ورحمة الله يا ابن الكرام. قال تدري من انا؟ قال له لا ما ادري، مين انت يعني؟ قال له انا لا شلون؟ انا حمار من نسل جدي كان يركبه، لم يركبهم غير الانبياء. يعني هو حمار من نسل الحمير لم يركبه غير الأنبياء. قال وأنا آخر واحد في نسل جدي، في نسل يعني، وأنت خاتم الأنبياء فطبقنا على بعض. قام قال له محمد، قال خلاص سميتك يعفور. قام قال لك شغلة يا محمد، قال له تفضل. قال له هذا اليهودي اللي كان يركبني كان ابن حرام، كان يضربني على بالأمشاية، هي شو بسموها بالعصاية كان يضربني، فالله لا يوفق. وأنا كنت لما كان يطلع على ظهري كنت أرفس حتى روديو مثل جماعة تكساس كابوي بالضبط.
فقال له انت يا عفو. فمحمد يعني لما شاف معجزه الله انه الحمير تتكلم، شغله واحده خطرت لبال محمد، شو هي؟ اول سؤال كان شو؟ اول سؤال حذر فذر ماذا كان اول سؤال؟ قال له هل تشتهي الإنازة يا يعفو؟ قال له كيف ما اشتهي وانا قضيبي منتصب 24 ساعة؟ قالوا له لا انا متنسك، حمار متنسك. حمار متنسك. طلع الحمار اشرف من محمد، يعني تصوروا. للاسف الشديد يعني هو لازم يكون محمد هو صاحب العفة، يعني جاي من عند الله، نبي. هو كان نبي ولا كان خطابة؟ يعني ما عرفت رياض. ما هو حاب يختبر الحمار إيمانه، فأعتقد لو كان قال له نعم كان وعده بحور الحمير، في حور العين وفي حور الحمير. وش كل حمارة أحلى من الثانية ولونها أبيض بياض ناصع، الحمارات اللي بالجنة. طيب على كل وتلاحظ شيء يا جان، انه لما سلم عليه الحمار يعني ما تفاجأ، عادي عادي زلمة اذا متعود يحكي الحجر يعني، فما بالك بالحمير؟ ما هاي هي، اذا متعود هو من صغره الحجر يسلم عليه، اذا الحمار تنطق يعني شيء عادي. هو المرسلين مشوف يا جان، هي هاي الداروينية يعني، أول شيء تبلش بالصخر بعدين حمار بعدين بقرة وبعدين بني آدم، هي هيك نظرية تطور. ايه داروينية. طيب نحن طبعا مثل ما بنعرف انه الإسلام دين بيعود على الأمانة، دين أمين، دين مثل ما بقولوا دين البسطرمة ودين السحلب ودين البطيخ كله، ومع كل هالبسطة هاي دين للصدق للأمانة، يعني بيعلمك لا تسرق، بس شوية إذا في أحذية يعني تسرق أحذية. خلونا نشوف قارمة محطوط أو لائحة محطوط على باب الجامع ونرجع نعلق عليها رياض. تنبيه على جميع المصلين الانتباه لجيوبهم عند الخروج من المسجد نظرا لكثرة السرقات. أنا صارت معي بس شغلتين مش شغلة واحدة يا جان، بحكي لك يا أيام زمان لما كنت أروح على جامع وسلفي، كمان مش أي جامع، جامع سلفي. جامع سلفي. كان تدير بالك مش بس على جيوبك، تدير بالك على مؤخرتك وانت عم تسجد، تجيك بعصة من ورا من حيث لا تشعر. هاي واحدة. الثانية انه اضطريت ارجع للبيت حافي لانه فتشت على يكرم السامع صرمايتي ما لقيته حدا. وهي شلون صرماية؟ صرماية ميدن انديا، حتى مش ميدن تشاينا، ميدن انديا ومعفنة. مين اللي بده بهالصرماية؟ ما عم بفهم. سرقوها وخلوني ارجع للبيت حافي، رغم انه الشارع كتير درجة الحرارة هونيك كانت 40-50 درجة مئوية، يعني كنت انا هيك عم مثل الارنب راجع البيت. لا 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 مو مثل الارنب يا اخوي، مو مثل الارنب. هو يظهر نحن عدنا لجذورنا الاساسية يعني. ايه من المسلمين حبوا يسمونا مثل القرود. ايه احفاد القردة طبعا. احفاد القردة. يعني بصراحة انا شفنا نحن كثير صور من هالقبيل، هذا اللي رابط حذائه بشو بسموه الجوزي القفل. ايه. بالاقفال هاي بيربطوها خوفا من السرقات يعني على بعد الجامع. واحد باكستاني ماخذ صخلة ودخلها معه على الجامع لانه يخاف لا يسرق الصخلة. باكستاني. ايه صخله من الصخلات يعني، من كلهم صخلات، فما يعني صخله عليهم صخله. ايه. صخله تسبح بحمد الله. صخله تسبح بحمد الله. بصراحه يعني انا حابب اقول بهالصوره هي يعني انه المسجد هذا اللي بيعلمكم الامانه والصدق والاكل هوى، هذا اللي انت تعتقدوه هو بعيد كليا عن الأمانة، لأنه نبيكم ما كان أمين وما كان صادق، يعني هو كان الكاذب الوحيد يعني.
هو اللي طالع لكم حديث المعاريض، انه كيف علمكم كيف تكذبوا يعني. لذلك بتلاقي النصب والاحتيال والكذب الشغلة منتشرة بثقافتنا الإسلامية القذرة، هي كله من قدوة الحسنين. على كل في طبعا علماء، عالم كمان في ناشر كتاب رح نشوفه هلا، ناشر كتاب صراحة يعني أنا لما قريت الكتاب أنا قلت يعني عجيب كيف جماعة جائزة نوبل يعني ما شافوه. أنا بتعجب يعني بصراحة أتعجب يعني ليش ما انتبهوا لهالاكتشاف الرائع هذا العظيم يعني. خلونا نشوف صورة الكتاب سوا أصدقائي ونشوف يعني، نتساءل إذا حدا منكم بيعرف مثلا وسيلة نوصل صوت الكاتب هذا لجماعة جائزة نوبل حتى ياخذ حقه الزلمة. تفضل. هي الرد الصاعق على موجزي الأكل بالملاعق، تأليف الشيخ العلامة فالح بن عبد الله الخبيزان. وحتى اسمه أكل يعني انتاجه بالخبز. ايه هذا من عشيرة السندويش الشاورما، من عشيرة الشاورما بالضبط. يعني الرد الصاعق يعني على مجزي الأكل بالملاعق. تصور يعني شوف ضحالة الفكر لوين يعني، قصدي عفوا الفكر العميق يعني، اختراع الذرة من أين يبدأ؟ اختراع الذرة في جائزة بس مش نوبل، قريبة شوي على نوبل، اسمها جائزة بعرور طيز الطلي أو الغنم. بعرور هيك حطوا لي الطبق وتفضل أنت ربحت الجائزة الأولى معنا اليوم، أو كيس قلل. يعني هو تعرف عندهم مساهمات كثيرة بمحاولة حل سرطان وكل الأمراض المعدية اللي موجودة، فهذه الكتب إلها قيمة يعني، إلها وزن، هي كلها تساعد. فإذا أنت ما أكلتش بالمعلقة بتاكل بإجرك أو تاكل بإيدك، يمكن تطلع أنظف من المعلقة، هو يمكن هذا قصده هيك يعني. تعرف بعدين هذه بدعة، وكل بدعة حرام وكل بدعة في النار. إحنا من وين تعلمنا المعالق؟ من أبو جوني، بعد ما إجوا الإنجليز والفرنساوية جابوا معهم معالق، ولا إحنا وين كنا ناكل معالق؟ فيمكن هذا قصده، هو قصده شريف، هو أصله شريف بس نيته عاطلة يعني، هي المشكلة يعني. ابن أوادم عاد الخبيزان يعني، أمه خبازة. على كل راح نشوف موضوع النظافة عن نبي الله. أنت كم مرة سمعت بحياتك النظافة من الإيمان؟ من أنا 4 سنين يعني، من أنا صغير امشي والنظافة، روح نظف غرفتك يابا. ليش النظافة من الإيمان؟ انت لا إيمان ولا إلهام شاهين؟ قال لي لا إيمان. وبعدين ما تشوف إلا وإيدي والكف. تعلمت ما ولا مرة ثانية. إيه كتير كنت أسمع. طيب خلينا نروح على عمه مسلم، هاي بصحيح مسلم طبعا. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، يعني راح خريح إجا السمعين، فقرب إليه طعاما أو طعام، إليه لازم يكون طعاما من هن حطينا من، فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمر بن دينار عن سعد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنك لم توضأ تتوضأ توضأ؟ قال ما أردت الصلاة فأتوضأ، هي تتوضأ عسى أنك لم تتوضأ. فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، رواه عبد الله بن عباس المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة 374، خلاصة حكم المحدث صحيح.
هاي من صحيح مسلم، يعني إن الزلمة راح على المرحاض على التواليت خري حيش السامعين، وجا مباشر حط وصار ياكل. هذا نبيكم هي بتعطي نكهة يا جان، تعرف. لا حول ولا قوة إلا بالجلدة. اي شوية خرع على فلفل تطلع سلطة. لا حول ولا قوة إلا بالجلدة. أنا أين أنت بأبي وأنت بأبي أنت وأمي يا جورج؟ وينك وينك؟ لا مشغول بالهجرة، يمكن عم بيتخبى بغار وعم بيعمل له عنكبوت وشوية حمام. لا لا الأعداء عم بيفتشوا عليه، تعرف أنت، هو مطلوب، راسه مطلوب. ليتني كنت برفقته، ليتني كنت بجوارك يا رسول. إذ يقول لصاحبه لا تخف إن الجلدة معنا. الجلدة أكبر، الجلدة أكبر. على كل شايل، كل واحد شايل سطلة مي، الجلدة أكبر ويرش. الجلدة أكبر ويرش علينا من رزازه المقدس يعني. ايه على كل، خلينا نشوف مجمع الزوائد. طبعا هذا مجمع الزوائد. عم بيقول كنا نأكل تمرا على ترس قمر. لا سوري على ترس قمر، عفوا. طلع عين اكتشفوا الأمر. آسف. ما كنت أعرف إنه في تمر هناك. آسف أصدقائي، القمر لسه ما أصدق، التمر ما وصل للقمر يعني. كنا نأكل تمرا على ترسن، يعني ترسن أيه. ما هو شو الترس؟ تعرف الترس تبع الحمل أيه. جندي أيه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من الغائط، فقلنا هلما، فتقدم فأكل معنا من التمر ولم يمس ماء. تفضلوا يا جماعة، كلوا خرى معي، تفضلوا كلوا خرى، يلا انت الثاني كل خير، خذوا بركة شوي من طيزي، بركات طيزك يا رسول، شخ وينه هذا الطيز هذا. انا بس بدي افهم علاقة الله بالطيز والخرى والبول، مش شو قصته يعني. انا هي ما عم بفهمها يعني. لما تدخل على تواليت لازم تذكر الله، يعني لازم يدخل معك الله. هو دخول الحمام زي خروجه يا أخي، قالوها من زمان، حكم هذه والله، حكم. زمانه نزلت بوست على الفيسبوك قلت فيه إذا الله موجود في كل مكان. إيه صح. بدي أسأل أصدقائنا يعني اللي ما عرفوا البوست، أصدقائنا الجدد. فأصدقائي أنا كنت منزل بوست، والأخ رياض شاف البوست وتذكر البوست، صار له 6-7 شهور أظن. وحياة عينك عملت لها شير 60 مرة. كمل. أسف. أنا أصدقائي بتمنى يعني كلكم تعملوا شير لهال بوست، أنا راح أنزله اليوم كمان، تكرم عينكم يعني. بدخل على صفحتي فكنت كاتب إنه إذا كان الله موجود في كل مكان، فمن كيف لابد منطق، من المنطق ولا بد أن يكون موجود في طيزي أيضا يعني. يعني منطقيا يا شباب بلا خدوه، إذا كان موجود في كل مكان معناته هون مكان، بفنجان القهوة مكان، بهالقداحة مكان، أكيد يعني حياخذ حيز من مكان موجود، فراغ كله مكان موجود الله معه، وكمان في مؤخرتي كمان مكان يعني، فلازم يكون متواجد الزلمة حتى يحصي بعروراتي، يحصي سيئاتي. رياض الله هذا حيطت واحد هون أي. يعني العبقري هذا اللي مسمي حاله الله، اللي
يعني على اساس ما بقدر، انه على اساس هو بيعرف كل شيء، محتاج اثنين مخابرات، واحد على يمينك واحد على شمالك، واحد بعثي واحد من اليونايتد نيشنز من المفوضيه، يحصوا عليك. شو يحصوا عليك؟ كل شيء، كل شيء. وين عم تجي وشو على مين عم تبصبص؟ يا ريت تشرح لنا شوي رياض، شو قصة الملكين هذول؟ تفضل. الملكين هذول سلمك جلدة الحنفية، مثل ما قلت هلا قبل شوي، هو مجندين مباحث وأمن مخابرات قيادة ميكائيل. ميكائيل هو عنده 3 دبابير على كتفه أو على جناحاته يمكن، فبيكتبوا تقرير، كل واحد بيكتب عنك تقرير، كم مرة نقبرت بمنخارك، كم مرة شلعت الشعراية من طيزك، كم مرة بزأت على يعني هاي كلها تتسجل، لأنه أنت محاسب يا أخي، أنت ما مفكر أنت جاي تلهو وتلعب وتطلع لي شوي على اليوتيوب وتروح تنام، لا، كلها أنت محاسب على السجاير، على المي، على الجلدة الحنة، يعني هي من الوصايا العشرة قديش عم تصرفوا مي، فلازم الملك يقعد يسجل. هو كمان كان مسكين هذا الملك، ما بتعرف بيشيل لك مجلدات كلها من الورق ومن جلود الحيوانات ليسجل، هلأ اتطور وصار كل واحد شايل آيباد وعم بيسجل ديجيتال ويبعتها إيميل لله، والله ينزلها باللوح المحفوظ اللي هو 60 جيجا هرتز، مايكروسوفت 60 جيجا هرتز، هو عمل مع مايكروسوفت يعملوا له لوح محفوظ جديد، مودرن حديث. هو كان عاملها من خشب يعني اللوح المحفوظ تبعه؟ لا، من عظمة زمال ميت، وكان يسجل بالنقش كمان، حد مثل هيروغليفي، بس هلا تطورت الحكاية. على كده خلينا نرجع على محمد البتاع هذا، طبعا هذا من مسند أحمد، التبرز رسول الله. نعم رجعنا هذا اليوم، شغلنا كله بالتواليتات. يا أخي هذا دينون، أعمل لهم إيه يعني؟ هذا دينون، هذا هو الإسلام. كان لازم نسجل بث مباشر من التواليت اليوم يا شيخ، هو بالطياسة. طيب هذا الدين شو نعمل يعني؟ منين أجيب لك دين جديد؟ يعني إذا اخترعنا دين جديد بكفرونا. يعني أنا عم بتخيل واحد رايح ليدرس فقه، وأول فقه لازم يقعد يدرس الطيازة، وكم مرة كان يتبرز، وكيف كان يتبرز، وكيف أكل بعد ما تبرز، إيه يحفظه. بالضبط. يعني شو منين أجيب لهم دين جديد؟ يعني هذا دين الإسلام، يعني أروح أجيب لهم دين من عند جيراننا؟ يعني جيراننا بعدين يقول أخذتوا ديننا. ذكرتني، لازم أسأل النبي جلدة الحنفية دخل حمام اليوم ولا لا؟ هو النبي جلدة الحنفية قدس الله سره، يعني هو من الماء يعني على طول نظيف يعني. شاد حنفية طيزة أصلك. على كل حال خلينا نشوف هذا مسند أحمد، هذا أحمد بن حنبل، يعني هذا هذا واحد من الأئمة، إيه من الأئمة الكبار تبع، يعني أحنبل تتكلم أبي رسول الله تستهزئون أيها الكفرة الزنادية. حشا حشا حشا. تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء، ثم جاء فقرب له الطعام فأكل ولم يمس ماء. رواه عبد الله بن عباس، المحدث أحمد شاكر، المصدر مسلم أحمد، الصفحة والرقم 95. الخلاصة حكم المحدث اعتمده صحيح. يعني المرة الجاية جان، يمكن لما يطلع من الحمام حيعطوه كوكتيل يشرب كله أكل. يعني شو صار بعدين؟ هو 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 المفروض يعطوه كوب من بول البعير البارد، يعني هو افضل شيء، يعني بما انه جاي من البتاع، فكوب كوب هذا هو، لانه هو نصح، يعني هو نصح
المسلمين ان بول البعير فيه شفاء لكل داء. فالزلمه وحتى هلا طالع بولا كولا بولا كولا صح. البولا كولا يعني البولا كولا بالفعل هلا كثير صحي، المسلمين عم يحطوه ببولا كولا، هذا عنين مثل البيبسي. ايه بيرير بيرير بالضبط، بحطوها بالبرادات وطازج يعني من كس البعير الى الأمين مباشر وتتخزن على البرادات. فبيقدموا له وحده بارده هيك طازه. من اين لكم هذه البروده يا اصحابي الاعزاء؟ انه من خيرات من شلون بيقول، برجع بيقول محمد انه من اختراعات علومك يا رسول الله. حلوة. على كل أصدقائي، أنا يعني أنا الأوان نفتح اليوتيوب، أظن عفوا التعليقات سكايب. نفتح السكايب، أظن إذا في عندي شيء آخر بدي نطلب منهم، إذا عندهم شيء على هالوزن حديث يشاركونا معه، يجيبونا مصادر. يا ريت أنا بصراحة خليني أروح أشوف اليوتيوب أشوف إذا في أصدقائنا لسه في عندي. محمد لما طلع النور من طيزة؟ لا. لما ولد مو قال إنه البصرة والشام كلها نورت من صدع الكهرباء اللي طلع. شو هذا نووي؟ هيروشيما. هيروشيما يعني هذا لما ولدته أمه طلع معه يعني من كيس أمه طلع نور ضرب. هاي كان يستعملوها لايت هاوس بالبحر حتى السفن تعرف ترجع. باللازقية بعدكم خذوا على اللازقية. خلينا نشوف نص الناس عم تغرق بالليل ما عم بتشوف لأنه من الظلمة. جيبوا كسة لأمه وحليها تفتح النور الناس تشوف. لا حول ولا قوة إلا بجلدة هاي التوب. طيب هاي رح ناخذ جان. هاي رح ناخذ فيها إعدام. يعني على أساس خلاص ودع الأهل. أشوف وشكم بخير. يا زلمة عيني دمعت، خلينا ننشف عيوني. هاي من دعوات محمد. استنى 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 شوف في اعزائي المشاهدين اللقاء. بطل في مشاهدين يا زلمي، بطل في مشاهدين. هربوا. كان عندنا كم مشاهدين؟ تقريبا 65-70 مشاهد، ما بقي منه غير 10. يلعن دين مسند احمد يا ابو اللي خلفوا. هذا اللي اخذناه من مسند احمد. لا هذا مو مسند احمد. هذا من مركز احمد. يلا كله زي بعضه. هذا مستمتع. يا نبوي روح يجيب لي الفوطة يا نبوي. خلاص رياض خلاص يعني أحلفك بجلدة الحلفية أن لا تضحك. يا لهوتي يا لهوتي حيعدمونا يا أمه.
وخلي حدمونا يا أما توصوني بشي. وصي رياض وصي. وصي الآن داعش تبحث عنك أيها الزنديق الكافر. يمكن أنا بكرة حغيب عن شغل جاي. على روح النبي يا أخويا. بكرة حغيب على الشغل يمكن. لا اطمن يا ابني ده انت حتغيب على طول. طيب خلينا نشوف سوا يا رياض, خلينا حبيبي نشوف سوا كيف أشعة البصرة والشحن. الشحن النووي هذا اللي ضرب البصر والشحن. تعرف انت بهيروشيما عندهم هاي الاجهزه بتقيس الاشعاع النووي. راح الحين كسه لمحمد يشوف الاشعاع. تعال نشوف ايش كان اسمها امه؟ امنه. تعال نشوف امون وهي فاتحه رجليها. والنور يتقاطر من بين رجليها. طيب خلينا نشوف. نص أهل البصرة ماتوا من السرطان. يسلم إيد اللي رسمها. قال لك شغلة يا رياض, ساوي ميوت شوي للصوت مشان لأنه لما أنت بتحكي أو بتضحك تطلع صورتك بتروح صورة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً من أصدقائي مثل ما شايفين هذا صلى الله عليه وسلم طالع فرحان جاي على الدنيا وأمه فرحانة. محمد النور الذي خرج من فرج آمنة أضاء قصور بصرة والشام. افتح الميوت خلاص. مساكين أهل البصرة, وأنا عم بقول ليش نصهم ميتين من الإشعاع النووي. يقول لك حتى النخل نشف. يقول لك ما تمشي يا رجل. يعني أنا بس دي أفهم يعني ليش بصرة والشام. يعني هلأ الضوء, أنا بعرف الضوء في قوانين الفيزيائية للضوء, إذا طلع الضوء بكل الاتجاهات ما عنده خيار وفقوس يروح على الشام وبصرة بالتحديد. يعني يعني كان يضرب له شوي على واشنطن, يضرب له شوي لعندكم على كندا, يضرب له شوي مثلا على المساكين الفقراء هذول الأفارقة السود, يعني يضويهم شوي يسويهم بيض. وطبعا نحن انا لا استهزئ بالبشر. انا بعرف ليش جان. تفضل. ما احنا الكهرباء عندنا مقطوعه دائما. السوري والعراقي اكثر شيء ماكلينه ما في كهرباء وما في مي, فوصل النور لعندهم. الله الله فهمت السر زلمه. هيك الهمنا او الامنه هي امونه هيك الهمنا. هاي احنا كل الكهرباء مقطوعه بالعراق والشام. قال لك يلا افتح طيزك خلينا ننورها شوي. لا حول ولا قوه الا بالله. اشوف في عندي شيء ثاني باقي ل يا جماعة تحملونا معلش يعني. وكلنا بالمراجع والمصادر ما جبنا شيء من عندنا. طيب هيكون. خرجنا مع النبي هاي وين هاي بصحيح البخاري. اي هلا احسن شوي نوع. نوعنا. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط. الشوط. حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا, ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان من شراحيل ومعها دابتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي. قالت
وهي تهب الملك، وهل هي بس كاتبين وهي، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني لمحمد سمته بالسوقة. قال فأهو بيده يضع يدها يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال أيا أبا أسيد أكسها وأرفقها وألحقها بأهلها، يعني لبسها وخليها تروح. الراوي أبو أسيد الساعدي مالك بن رجعة بن ربيعة المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري، الصفحة 5255، خلاصة حكم المحدث صحيح، شرح الحديث. طبعا الحديث صحيح ومسند وبتاع كله. على كل، في الأخ جانو، أظن الأخ جانو بده يتصل فينا على سكايب. I wanna open another Skype. I wanna open another Skype. لا طيب أنا راح أتصل فيك هون جانو على هالسكايب، هذا سكايب الشخصي طبعا، وبعدين راح أفتح السكايب للأصدقاء. جانو حبيبي، جانو حبيبي تفضل، حبيبي تفضل. تحياتي حبيبي جان لك وللأخ رياض أبو يوسف الورد، مشتاقين. هلا حبيبي، مشتاقين إحنا الأكثر حبيبي، تاج راسي. أبو يوسف ولسال ولدكتور جورج ولنبينا سامي الديب، لجميع الأصدقاء. تسلم يا طيب، تسلم. إسماعيل طبعاً هذه الكلمات أو هذه الأحاديث اللي هلأ كنتوا تحكوها، إذا بتسويها أفلام كرتون للأطفال، الأطفال راح يضحكون عليه. بالضبط صحيح. يعني كيف إنه واحد عاقل بيحكي الحجر ويجاوب، كيف بيحكي ويناقش مع الحمار تكرم السامع، وزائدا البلاجة مثل ما بيقولوا اخواننا المصريين اللي عملها في حياته للاخرين ولنفسه كمان. يعني عيب على عقل البشري انه يصدق هذه الاشياء، عيب. يعني اللي بيحترم عقله يعني لازم يضحك على هذه الأحاديث، مثل ما هلا أنتم كنتوا بتضحكون وأنا كنت بضحك معاكم. لا تعطينا جانا، لا تعطينا نوبة ضحك تانية، الله يرضى عليك. صدقني أنا كمان بتفرج على، كنت بتفرج على، لسه في لعب باقي برشلونة مع ميشن غلادباخ، وبسمعكم وبضحك يعني. صراحة شيء مضحك، شيء مسخرة للأسف الشديد يعني. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، وحدوه. ما بدي أخذ وقتكم كثير، بس حبيت إنه أشارككم ضحكة وأودكم بحبكم. وأخي رياض أتمنى إنه تسوين حلقات مباشرة، طبعاً بتابع جميع الحلقات اللي متنزلة على اليوتيوب، بس يعني بدنا كمان يعني حلقات تفاعل يعني. من هالعين قبل هالعين، تسلم تتدلل. من هالعين أنا عندي خي يوم الأحد في مناظرة بث مباشر بين صاحبي قيصر لاديني وبين شخص آخر مسلم، وفي كمان أسبوع الجاي مع عراقية زميلة دكتورة رنا حديد بدها تعلن إلحادها بشكل علني، فطلبت مني أنه أستضيفها، فقلت لها القناة قناتكم، فهذا كمان الأسبوع المقبل، ففي برامج جاي بالطريق بنعمة. تشتغل من ورايا؟ أنا جتني طلب جان. تشتغل من ورايا، بدك تهرب الإلحاد بس هون.
مظبوط مظبوط. فهي اكيد راح تظهر، هي بدها شو تاخذ تشجيع وتاخذ يعني من المره الاولى هي تطلع على الفيديو، وهي مرتاحه لانه صار معنا بالقناه مشتركه من قبل سنه. فمجرد ان لا لا يعني عم بتسخن مثل ما بنقول، بتسخن وشوي شوي تجي لعندك. اكيد يعني نحن الملحد بده يطلع لازم ياخذ الختم من عندي من هون. بس هالمرة أخوي رياض يعني أخذ مني الـ ما بعرف كيف راحت علي، يعني مثل محمد في شغلة راحت علي. هي معنا مشاركة بالقناة، وتفاجأت أنا بصراحة، هي بعثت لي مسج قالت أنا بدي أظهر عندك إذا ممكن تستضيفني. قلت لها طبعا نستضيفك ليش لا، أنه هذه قناتكم وقناة الجهر بالإلحاد نفس الشيء، فحتشوفها جاي لعندك no time مثل ما بيقولوا. أكيد أكيد. طب الأخ سال بعت لنا صورة أنا على سكايب، صراحة ما بعرف كيف بدي أنزلها يعني. سيف بكشر. على كل حال الأخ سال مشكور بعت لنا الصورة هاي. أصدقائي أنا راح أفتح السكايب تبع البرنامج حالا، بس أسكر السكايب اللي عندي. بس قبل ما أفتح سكايب البرنامج راح نشوف الصورة اللي بعتها الأخ سال. عم بيقول محمد بعد 23 عملية جراحية، فبيعت لنا صورة، جاء الوحي كاني لسال، ومحمد بعد صورته لسال. خلونا نشوف الصورة سوا أصدقائي، ونشوف تعليق أخونا رياض. طبعا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بعد 23 عملية جراحية. حليوة هو هذا محمد حسين بن عاقول. وبعرف قلبي فرض من الضحك يعني اليوم الحلقة بصراحة يعني ما ضحكت أنا من زمان، ما ضحكت أي ضحك. بس ما بعرف ليش وشه هلا صار مسخم، انا فكرت النور راح يخليه ابيضاني، طلع مسخم. انت ما شفته على حقيقته، هذا بالاسود والابيض تشوفه على حقيقته هذا. يعني لو على ايام الديجيتال كان جبت بلام زرقاء يا رجل. خلونا نفتح سكايب، خلونا نفتح سكايب اصدقائي، ويا ريت انا بتمنى اتصالاتكم وبتمنى اسمع صوتكم وتشاركونا بهالفرحة هاي بهالمسخرة هاي على الذات الإلهية. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أتستهزئون بالله؟ أبي الله تستهزئون. حشا ولحمة، حشا ولحمة ما هيك. الأخ سال أظن بدي يتصل فينا. الأخ سال آخر صورة بعتها. طيب خلينا نشوف الأخ سال أظن بده يحكي معنا. طيب أخ سال يا ريت رد علينا. كمان مان كاب. طيب على كل الأخ سال أظن انشغل عنا شوي. خلينا نروح نشوف اليوتيوب ونشوف بعض التعليقات من الأخوة. أيوة الحلوين. السعوطية وإيران والوهابية والصوفية، هذا واحد نزل مسببة فيهم. يعني شباب طولوا بالكم طولوا بالكم يعني. واحد كمان هالبغل ما بعرف شو بكم. لك شو بكم يا شباب، يعني ما عندكم أسئلة. دخلك جان، ما فينا تبعت لي نسخة من مسند أحمد؟ والله أبعت لك مسند أحمد كله، خده ما بدي إياه. راح أستعملها رنا العالم للطبيخ، راح يصير هذه. طيب نضيف في فريمان عم بيقول عن الملائكة جوزة دولة، اثنين مخابرات والثالث خارم الجريدة وطل منها، يعني تعرف هذول الجريمات. هون في الأخ عم بيقول لا صوت يعلو على صوت الطيز، وجان الأصلع على يعني كتر خيرك ما هو مشكلة، يعني نحن نبيك حطينا تحت جرينا، فأحكي مثل ما بدك يعني ما عندي أي مشكلة. الأخ جان
درجه حظر كل من يسيء او يسب بلبس اخي جان او بيسب يعني اخي جان. يا اخي طيب شو بدنا، هذا مستواهم، هذا دينهم، يعني هذا دينهم، دين شفنا دين الضراط، دين الفسق، دين البراز. فيعني فالمسبات عندهم شيء طبيعي. وبعدين كان نبي مسباب وشتام ولعان يعني، وبالاحاديث جبنا لكم اياها لما قال اعضوه هن ابيه ولا تكنوا، يعني بنعرف الاحاديث هي، فما في اي مشكله. في الاخ جاست ثينك عم بيقول الله بعث عزرائيل ليأخذ روح حافظ أسد، فأثناء دخوله على القصر مسكوه شبيحة وكسروا عظامه وقال له لا، كيف؟ وقال له لا بقى ترجع لهون. ورجع سأل الله شو صار، الله سأله طبعا لما رجع شو صار، قال له هيك القصة. فقال له الله شلون بأمنيتك وعجيب سيرة، يعني ما تجيب سيرة لحد، الله خاف الأسد. هاي سامع. في كمان الأخ فريمان عم يقول لو الرسول قايل أكلت تمر من القمر المسلمون حيصدقوا. طبعا بكل تأكيد يعني لو هو شق للقمر، شق للقمر بالضبط، يعني شق القمر وقت على تمراية هاي ولا شيء صارت تمراية، يعني شق القمر يعني. فما ما أظن يعني. طيب في الأخ فنومنا أظن 27 بده يتصل فينا، يا ريت ترجع تتصل فينا أخي فنومنا، أنا فتحت سكايب وبتمنى تتصل فينا. نشوف بعض التعليقات الأخرى. أخ أخ هذا كمان الأخ جاستن أظن نزل ببيت الأسد كله، لما مات باسل سألوا عن اسمه، هذا الله خلينا نشوف إيه. لما مات باسل الأسد سألوا الله عن اسمه، قال أنا المقدم الفارس الشهيد الخارق الفارس باسل ابن الرئيس المناضل القائد المقاوم حافظ علي الأسد كل. قال له الله بس 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 بكفي حبيبي، شلون جيب لك كم اسم وتعا اقعد مكاني يعني. اسماء الله 99 هذه بالضبط، يعني جيب لك كم اسم تاني وتعا اقعد مكاني. في وليد عم بيقول انت تسب وتشتم شعب ومجتمع فاهم الالحاد خطا، يعني انت فاهم الالحاد خطا ولا ايه يا عباس رياض؟ نحن فاهمين الالحاد خطا. طيب هو ما بعرف مين اللي فهمه صح لك. إذا كنا خطأ ما تقول لي مين هو اللي فهمه صح لك، أنا مش فاهم، كنا خطأ يعني. حتى ريتشارد دوكنز أصبح يعني هذا المرجعية أصبح خطأ. كلهم ما في حدا بقيان يعني من بيفهم هو ما حدش يمثل الإسلام. قف أمام المرآة واسأل نفسك من خلق هذا الجسد، يعني رياض أنت كل صبحية لازم توقف قدام المرآة. ايه بعمل هيك، بحط إيدي على صدري واطلع على هاي بقول هاي شو اللي جابكوا هون أنتوا الاثنين، أنت الزوج. بس بشرط لازم توقف باستعداد، توقف هيك باستعداد وتضرب ضحية وتسأل المرآة يا مرايتي يا حلوة من خلقني؟ مش هاي قصة سنو وايت بيضاء كالثلج والسبع أقزام، كل ما تفيق الصبح الملكة بتحكي مع المراية. من أجمل امرأة في هذا الكون؟ كان في برنامج للأطفال اسمه المناهل، تعلمهم على أساس لغة عربية وإشياء. فبيجي واحد إيه. فضل يا أبو. لا كمل. بس لقيلي واحد يكون هيك قال شيء كلامه ينقرع يعني، من غير جماعة هي يعني. أنا بتضحكني أكثر شيء المسبات بتضحك والله. في شفت يوتيوب لريتشارد دوكنز رضوان الله عليه وقدس سره، بيعمل حلقتين بيقرأ كل الإيميلات اللي بتجي مسبات وشتايم وتموت من الضحك. شفت منه مقطع انا لريتشارد دوكنز عم بيقرا من هالتفاهات هي
هذا اللي بده ينط عليه، ولو الأغلبية يعني سبحان الجلدة، يعني ليش المسلم بس بده ينط يعني فكر حاله حمار بده ينط على متعلمة من يعفور من يعفور ما هيك. طيب في صديق كمان جاستينج، والله هو خطير هذا جاستينج يا زلمة، عم بيقول لماذا محمد لم يطيز على الحمار فهو اليعفور المفضل، هل سبب عدم إمكانية جوائح؟ يعني كمان انت يا جاستينج علاوة تكتب عشان نعرف نكتب عشان نعرف نقرأ قصدي. خربطنا نبلش يا زلمة، بلشنا نخرب آسف. تعرف انا عضلات بطني لهلا مش عارف كيف راح اتغدى لانه صار عندي سوء هضم من الضحك. انت سمعان بشاني هاكر؟ ايه عفوا هاني شاكر مو شاني هاكر، شاني هاكر وطننا هاكر يا رجل، هاكر شاني هاكر. في وليد ابراهيم عم بيقول حتى تكرمون الاحذية انسرقت، يعني حتى النعال يعني يكرمونها فيسرقونها. في الأخ فريمان عم بيقول أول يوم العيد سرقة النعال، يس صارت معي يعني أنا شاهد عيان، أنا ورحت على مركز الشرطة قلت لهم يا أبو إسماعيل ترى النعال مباق انسرق، قال لي طز بيكو بالنعال روح. وعفطة وراها. كمان فريمان عم بيقول في نملة قالت له لا محمد هي بعد الحجرة، قالت له شلونك يا أبو جاسم؟ الله بالخير أبو جاسم، هلا شلونك؟ في وليد عم بيقول مساء الورد أحبتي أشوفك عزيزي رياض وأخ جان مشتاق لكم، نحن مشتاقين لك حبيبي. أحنا الأكثر شكرا. الأخ هذا اللي السبب قال جاء المحشش، مين فينا المحشش بقايبة؟ عطينا شوي. عطينا شي صاروخين بعد اذنك يعني. الاخ فريمان عم بيقول يعفور كان من ملكات اليمين، معقول؟ يعني ما بستغرب ابدا. هل تريد ان تقول ان محمدا كان ينط على الحمير ايضا؟ ليش لا؟ كل شيء جائز ومحلل، ويمكن الحمار وهب نفسه يا اخي. حمار وهب نفسه. وإن حمارة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة له من دون المؤمنين، خذها يا أخويا خذها. يعني بصراحة مثل ما الأخ ذكر بالفعل، يعني أنا متأكد يعني لو محمد ما بعرف يعني لو بحبشنا من الأحاديث أكيد كان له أفعال من هذا القبيل، لأنه هلا بنشوف كثير من المسلمين وشفنا كثير فيديوهات ينطون على الحمير، ف ما بحطهم زيتي. مو بعيدة. على كل أصدقائي أنا أبغى كثير يعني بشكركم على المتابعة هاي الجميلة، وأخي رياض يعني أنا بتعرف محبتك عندي ومعزتك عندي، بشكرك كثير على هالوقت الطيب اللي عطيتنا اياه. اظن يعني كفايانا ضحك بقى. العفو حبيبي، انا كثير انبسطت ومثل ما تفضلت ضحكت ضحك اليوم، صار لي زمان ما ضحك مثل صراحه، فانا عم بتخيل ام الله محمد على اللاذقيه والسفن كلها جاي. بس ايه يعني كثير انا بحب برنامجك وبشجعك وبقول لك الى الامام وشكرا. أيوة على استضافتي. بتعرف في عندي غلط انا بصراحه صاير، هو ما حدا عم بتصل، انا حاطط انه الخط الاحمر. اوكي اقول لحالي يا واد يا جان ليه ما حدا فينا. هذا محمد اخذ لنا عقلنا بصراحه، يعني اللي بيقول محمد ما عنده معجزات يكون غلطان بكل معنى الكلمه، يعني سوى صار حلقتين ما يخلي حدا يتصل فيني. هل محمد اللي اسمي ايه
حلقتين ما حدا يتصل فيني. ليش؟ لأن أنا نسيان وبذكر حالي بقول لا أفير هون في غلط، برجع بينسيني. يا شفت وإن نسيناكم أجانا 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 الرزق، استنى شوي. طيب لنشوف مست كول، مست كول. وأنا آسف كتير يا جماعة، آسف كتير، في كولات كتير رايحة علي ومن خبر. طب ناخد سال. سال أنت كمان ما بدك ترد يعني؟ جان برو حبيبنا، تفضل تفضل سال. ها جانا اتصال تاني. يرضى بالله عليك وعليك إن شاء الله يكون ضحكت. ضحكت وخلي سلم على صديق الحبيب، أول مرة أحكي معه، راح أحكي مع رياض الحبيب. رياض كيف الحال؟ أهلا حبيبي سال، شرفنا، كيفك؟ صار نفس الشيء، ما أقدر أسمع صاحب ما يسمعني. هو يسمعك، قال لك أهلا وسهلا، بس ما بعرف ليش أنت ما تسمعه. يعني صراحة أنا لما أتصل فيك كمان يصير نفس الشيء، ما بعرف شو. المهم تفضل سال، هو سامع. بس المهم تحية، بس حبيت أشارككم حلقة رائعة كالعادة، والأخ رياض طبعا ما يقصر بهاي الأمور. تسلم يا طيب، تسلم، شكرا كثير. يجب السخرية من هؤلاء اللعاب، والله السخرية عليهم كثير يعني بصراحة. يعني هذول مسخرة من يوم يومهم للأسف الشديد، وبهالتفاهة هي خربوا بيوتنا وخربوا أوطاننا يعني. نعم نعم، للأسف ما مش عارف ليه، طبعا هاي حسيت بيها ما اقدر اسمع الضيف، بس اسمعك انت. الضيف ما عم بحكي، هو اليوم ما بعرف على كل ان الضيف سمعانك، واذا انا ممكن انقل لك كلامه اذا تكلم يعني. رايت لكم وللاخوان المستمعين هذا انه ذكرت مسند احمد، فحبيت اشارك بشغلات من مسند احمد ممكن. تفضل تفضل. طبعا ذكر رسول العظيم محمد اللي بعت الصورة، حبيت صورته إن شاء الله. فيحكي مسند أحمد، يحكي تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أتى بطعام فأكله ولن يمس ماء. صحيح. طبعا مسند أحمد الصفحة الأولى رقم 5 موجود 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 بسنن ابن ماجه، موجود بالترمذي، موجود صحيح مسلم، صحيح البخاري، يعني حدث بلا حرج يعني. هن حكين عن خراء كثير جان. بس هذا المعتوه. دقيقه واحده سال رياض، تفضل رياض. قول له لسال انه طيز محمد انتي بكتيريا في سال عم بيقول لك، عم بيقول لك رياض طيز محمد انتي بكتيريا، يعني انتي مطهر للبكتيريا طيز. نفس المعتوه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغسلة واحدة، فإحنا نرجع كان ندس الخلفية بس المقدمة. الراوي أنس بن مالك من طبعا المسلم وصحيح مسلم والبخاري، فكان ربيت البياقرة ينكح أمهات المؤمنين كلها. بالضبط بالضبط، هو كان نكاح يعني شغال طول الليل الزلمة. طبعا كل القرف راح تجي عن عائشة الحميراء حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها كانت تحب كل مني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط. وهو فكن يصلي. هو عم يصلي وهي عم تحك له المني تبعه. عرفتونا على حياة جدنا يا راجل. لا طبعا المني بتاعته مبارك، كل شيء مبارك بالرسول، حتى خراءه مبارك، حتى خراءه مبارك، وشرب شخاخه يعني، شو اكثر من هيك من هيك ام القذره يعني. للاسف يعني كنت حابب اتحدث معها، يعني ما اعرف مثيلكم بس الرياض لانه ما بتحدث معها وبتشارك، بس anyway في جبالي برضه شارك بشغله زعيم الوهابيه بن باز. خلي حتى للمسلمين يذكرون الشرف وما يعرفوا شو الشرف وقيمة الشرف وما معناه. ففي فتوى لابن باز يحكي حق المسلم أن يلاعب أمه إذا كانت أرملة.
ويداعبها بطريقة جنسية بدون أن يطئها، صح، لكي لا تحتاج إلى الزواج وتهجر صغارها. بل الولد الكبير فقط حق لمسها ومغازلتها لإملاء فراغها العاطفي. اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا. طبعا لسه من كتاب، اسمع الكتاب العظيم. تفضل. ذكريات الأمة في بحر الغمة. يا سلام. سمعان رياض، ذكريات الأمة في دعم الغمة. وللأسف باب العطف العائلي، تصور يا مسلم، اسمع، كتاب ذكريات الأمة في دحر الغمة. في دحر الغمة. باب العطف العائلي. يا سلام، إن الابن الكبير يعطف على الماما ويعمل لها البتاع عشان تتجوز. دائما احكيها، انتم تقدسون مجموعه رعاع وقطاعين طرق واسفل خلق، دعون اسفل الخلق، مثل اسفل خلق جلده الحنفيه. جلده الحنفيه بريئه من خلق هؤلاء الرعاع. صحيح صحيح. والله حبي وتحياتي لكم دائما، وطبعا متابع ورائع رائع جدا. ورياض نتكلم مره اخرى أكيد. رياض عم بيقول لك تسلم سأل. تسلم حبيبي، للأسف ما أقدر، بس راح أبعث لك صورة اللي مؤخرة جميلة كتب لك. إذا بتشوف اليوتيوب كتب لك تحياتي سأل. و طيب تكلم حتى يراك تكون بالشاشة. رياض اسمع صوتك عشان الشاشة تطلع. تسلم حبيبي سأل، وكثير أنا مبسوط إني سمعت صوتك. أعمل الورقة هاي اللي كتبتها وتكلم عشان تطلع الصورة، يعني صورة ال شكلك أحمل هاي قصدك يعني؟ آه بالضبط. لا بس عم هو لا فيني يسمعني لأنه سكر الخط، ما هيك؟ في يسمعني هلا. في يسمعك هلا سكر إيه. الخط. بس إيه يعني في يسمعني. انت كنت كاتب له تحياتي سالبة على الورق يعني، يعني عم بقول له ان انا سامعك يعني صوت واضح وعم بسمعك منيح. لكن انا تفاجأت بهاي المقطع الاخير انه العلاقة بين جنسية مع الوالدة ان كانت ارمل، هذه صعقة جديدة من الصعقات اللي مش مصدق انه فيه هيك شيء. فغريب غريب عجيب، فعلا غريب عجيب. انا سمعان فيا، بس الله ذكرني فيا اللي كنت نسيان، ذكرني فيا الاخ احسن. طيب معنا الاخ فنومنا او الاخت فنومنا، ما بعرف. تفضل. الو الاخ فنومنا تفضل. مساء الفل يا رجال. مساء الورد تفضل. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا هشام. اسف كثير على انا عم بقرا الموجود على الشاشه فقط. ازيكم، تحياتي لكم جميعا. حبيبي اهلا وسهلا. تحياتي. المسخره اللي احنا بنتمسخرها دي. افتكرت قصه ظريفه قوي. انا صوتي مسموع عندك الاول؟ بس لو تعلي صوتك اكتر يكون افضل عشان المستمعين. بقول لك من حوالي 10 سنين كده كنت دخلت في حديث مع واحد مسلم، فبيقول لي انت تعرف، انت روح اسال اي طفل هيقول لك اساله ربنا فين، يروح بيشاور لك على السماء، دليل على ان يعني في فطره في فكره وجود الله. فرحت لبنتي كان عندها 60 ساعتها، قلت لها تعالى يا حبيبتي تعالى، قلنا نعمل التجربه، انت تعرفي ربنا فين؟ قالت لي قلت ايه ده الموضوع بجد ولا ايه؟ قلت لها ربنا فين؟ قالت لي في الزوق. كيف؟ قالت لي في الزوق، جنينة الحيوانات يعني. في الزو، في جنينة الحيوانات. بالضبط. بالضبط. صحيح صحيح. المهم تحياتي ليكم. والواحد لسه كنت بسمع صورة الهنس اللي انت بتقولها، بصراحة يعني اللي هو بتاعتك جميلة جدا يعني. الواحد يعني سبحان الجلد يعني لما بيسمع عينه بتنقط. نقط إيمانا من المطر يعني. تسلم تسلم. يلا تمسوا وتحياتي لكم وتحياتي. تسلم. اهلا وسهلا، شكرا، تشرفنا، فرصه سعيده. يعني بصراحه مساله انه تسال الطفل بيقول لك فورا بالسماء وما بعرف
طيب الاخ لوي، الاخ ليث، خلينا يا ليث خليك بدي ارد عليك، ليش سكرت؟ انت فينك يا ليث؟ كيفك حبيبي؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ليث. ارحب بضيفك العزيز شجاعنا رياض. مرحبا، اهلا وسهلا، شرفنا اخ عزيز. طيب ليث، شو رايك تدخل على معنا بال أوكي. طيب انا راح ابعث لك بعد صوره طريفه تحب تعلق فيها. ماشي، انا راح ابعث لك اللينك حالا. يلا الاخ ليث حبيبنا راح يكون معنا هلا على السريع يعني اكيد. يلا هلا بيكون معنا الاخ ليث. بصراحه انا اعشق حديث ليث، يعني هو انا كنت بتمنى يكون معنا من البدايه، بس اعرف انا هو بيترك الشغل متاخر. ايوه مشان هيك انا ما دعيته يعني. اهلا وسهلا فيه. ولا الاخ ليث يعني دائما نشيط، بس ظروف العمل يعني ظروف العمل ما بتساعد. صحيح. شوف اذا في اي مشاركات ثانيه من الاصدقاء. اهلا أهلاً رياض. أهلاً ليث. أهلاً عزيزي ليث. أيوه مرحبا. أنا أسلمك الميكروفون، أنا حناك صراحة بكثر. أنا حبيبي تكلمت على القدرات الجنسية الخارقة للرسول الكريم الصلعومي، وتذكرت أنه كان فيه دخول جديد في ديانة صلعم لشخصية مرموقة، الممثل الأمريكي جون سينز. لمن لا يعرفه، يقول أن أثناء مؤتمر صحفي الذي خصصه لإعلان إسلامه، ورد على سؤال أحد الصحفيين عن سبب تحوله السريع للإسلام، اعتناقي للإسلام لم يكن بالأمر المفاجئ، فأنا ومنذ صغري كنت معجبا بشخصية وسيرة النبي محمد، وأنا متأكد أنه لولا تأثري المبكر بشخصيته ما كنت اليوم لأكون ما أنا عليه. هذا ما يسمى بممثل إباحي. يريد الصلعوميين يصدقوا القصة وينشروه على أعلى نطاق. أيوه أنا حبيب. أنا راح أنشره على صفحتنا يعني أكيد، يعني خلي الناس تعرف يشوف كيف يعني الممثل هذا كيف تأثر بالنبي يعني. وحتى شكله يكرم السامع، شكل العير يعني، كاين شكله زي لا يعني هو اصلع يعني، في صلعان هون كمان. لا انا معكم بنفس النادي، بس هو عن جد شكله هيك انسيابي، متأثر بمحمد وصار شكله زي محمد كمان. زي أميرة. صراحة أنا هم على كل المسلمين صراحة فيهم عقدة كبيرة، لا ممكن ديانات الأخرى ما عندهاش لهالدرجة، لكن في عقدة دائما بالتبجح. شفتوا شعار خلق القصص الخرافية لمن أسلم ومن دخل الإسلام؟ هم ورثوا عن محمد أمور كثيرة، ورثوا عقدة النقص، التعريض والكذب، المشكلة مع النساء، وورثوا أيضا نفس العقدة أنه بالأشخاص يكبر الإسلام. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، دائما باحثون على عمر جديد. أنا يريد المسلمين يصدقوا القصة هذه. عرف جلدة الحنفية كان مطالع حديث، كاتب حديث أو حاكي حديث، راوي حديث، اللهم أعز الألحاد بأحد الملحدين، جان بره أو رياض الخزرجي. ليو فالحديث انا معني حفظانه بالنص يعني، ولكن معنى الحديث انه كانوا جالسين مع النبي جلدة الحنفية، فدخل على فطرق طارق، واذ بالجميع خايفين يعني كل الخايفين، فالنبي جورج جلدة الحنفية بأبي هو وأمي
قال للشباب لا تخافوا يا 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 اتباع الله يا اتباع الجلده لا تخافوا يا اتباع الجلده. قام وفتح الباب واذ بجان بره يدخل اليه وهو راكعا بين يدي رسول الجلده خاشعا. انا طالع على جد جد الخزرجي اول المبايعين تحت الحنفيه هو انا. دخلك دخلك ليو فيك تحط الصوره من جديد؟ عود حط صوره الممثل الاباحي المسلم الجديد. المسلم الجديد ايه. بس في عندي ملاحظه دقيقه لانه شفت نظره بعيوني هاي الصوره. لو تشوف النظرة على وجهه وكأنه قاعد ينظر على طيز من بعيد. وهيك شكله هو عم كأنه عم بيطلع على طيز قدامه. ممكن انه اللقطة مأخوذة انها طيز رسول الله يعني. لا اللحظة مأخوذة ممكن مأخوذة من فيلم. يعني هيك شكله غريب يعني it's like he's looking at something. هو ليكون جاي الوحي يعني وعم بيشوف طيز الرسول يعني طيز رسول الله. انا صراحه اريد ان الصوره تصل لانه فيه مؤمنين ومسلمين ممكن يصدقوا القصه ويشيروا لدرجات رهيبه. فيه 200 انتم شايفين الفيديوهات بتاع راح مسد وعمل فيديو دائما يجن لما يرى التعليقات 200 مليون لايك على صوره بقطه لكي تنزل القطه من صدقني اللي هي فكره كثير جيده. بس هلا اذا فرجتني الصوره هيك وانا شايف الصوره هي بس ما نبدأ فيها لانه ما توحي اي شيء يعني بدك ترجع تقرا الكتابه حتى وحتى احتمال ما كثير ما يصدقوا الكلام يعني فبدك تشوف صورة يعني شبه إباحية لهالشخص هذا وتحطها مع المقال أو التصريح اللي هو الآيلو يعني. صدقوني أنا أول ما قرأت اسمه جوني سنس وأنا قلبي واكلني الاسم غريب. مش من الأسماء الهوليوود اللي احنا متعودين عليه جوني سنس. هي من الأسماء الحسنى. أبشر بالإسلام يا جوني. وعلى فكرة جوني كمان يعني باللهجة الدارجة في الولايات المتحدة هي أيضا اسم من أسماء العيورة. إيه جوني يسموها جوني. أنا صار لي أتكلم بالإنجليزية تقريبا 15 عام من لما ما سمعت بها يعني. مش بإنجليزية بأمريكا هذه. يمكن. يعني إذا الترجمة حرفية تصير عير سنس يؤمن بمحمد. يا ريت أخذ تعليقكم على أمر لأنه أنا ممكن نتكلم فيه الكل. أنا من حين إلى آخر أشير صور كهذه صور لسعوديين منذ قرن وأمر كهذا وصور لحضارات قديمة. فيه ناس كثير تضحك فيه ناس كثير تفهم الفكرة. هي بأنه تخيل إذ كان هؤلاء منذ قرن تخيل صلع عمه وأصحابه هذه الفكرة. إذا كان هذا منذ قرن فقط أو أقل ما بالك في عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وإلى آخره. لكن في السعوديين ينزعجوا من هذا الأمر. في التعليقات قليلة لكن في سعوديين يحسوا بالجرح. وأنا كان بد أن أقول لهؤلاء السعوديين أصلا كلمة سعوديين أنتم فاهمين أنه عندها علاقة مع آل سعود وكل المشاكل وكلها لأنه في سعوديين يتنوروا أكثر فأكثر ويفهمون الدين خرافة. الفكرة مش شعبهم كشعب إن كان له معنى فهم فهم قبائل أكثر من شعب واحد. ليس هو المستهدف هو التقديس الديني الذي أعطي لهذا الفئة من هذا الشعب. لأنه أنا أعرف مسلمين كثار مثلا يعيشوا في البعيدة عندهم شبه تخيل خرافي لأصحاب مكة وأصحاب المدينة كأنهم ليسوا بشر. الآن حاليا في الوقت اللي نتكلم فيه ليس الوقت البعيد وأظن أنه من المهم أن نضع الحقيقة أمام أعينهم. إيه رأيكم في هذا الموضوع؟
هذا موضوع بصراحة ليس أنت أصبت عين الحقيقة. يعني المشكلة كيف صايرة؟ المشكلة إنه المسلم لما بتخيل مثلا جماعة الصحابة، هاي العصابة خلينا نسميها، وهي في الواقع عصابة، لما بتخيلهم على شكل نوراني، يعني على شكل يعني لا، ما بيجيبش أشكال أشخاص بذهنه، ما بيجيب أشكال ملابسهم بذهنه، يعني مقدسات إلى أبعد الحدود، بحيث إنه عقله الباطني لا يستوعب الشكل الإنساني لهم. فهون هون 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 يعني مثل ما بقولوا، لما حطيت إيدك على الجرح، لما بتجيب لهم أشخاص مثلا هاي من 100 سنة، الأشكال هاي من 100 سنة، من أول ما طلعت الكاميرا مثلا بالأسود والأبيض، هاي أشكال الناس المتواجدين بهالبقعة هاي من الأرض، فما بالك قبل 1300 سنة من هدول كيف كانت أشكالهم، الناس العايشين على. فأظن يعني هيك ممكن تكسر هالمقدس هذا شوي، وتخلي الناس تفكر بأشكالهم وبملابسهم وبطريقة عيشتهم، حتى يروح المقدس هذا شوي ينزاح يعني. تمام، هذا الفكرة. رياض، أنا بتذكر زميل إلي صديق قال، هو عراقي بس يقول لي إياها، إنه إحنا بهذا الزمن وبهذا الوقت ونتمسخر عليهم، بدك يعني أمشي مع واحد من قبل 1400 سنة بعد أضرب، يعني إذا إحنا بهذا الزمن وعم نضحك عليهم يعني، فما بالك قبل 1400 سنة. فهذا ينطبق بالفعل، هو حتى أحاديث أنه كان كثير من الصحابة، كتاب جميل العزف على الربابة في فترة الصحابة، هذا تأليف شيخ أزهري اسمه خليل عبد الكريم، وتقرأ القصص والروايات عن حياة هؤلاء الصحابة، الحرامي المجرم، كلهم مجرمين حرب طبعا على فكرة، ومش لاقين الدومري، مش لاقين يأكلوا ومش لاقين يلبسوا. فهذه الصورة فعلا تعبر، اللي بالأسود وأبيض، ربما هذا الشخص اللي واقف في النص، أعتقد هذا الزبير بن العوام إن لم أكن مخطئ. هذا هو خازوق. إيه، هذا هو مسعود. وأنا تفضل. عملت فيها أيضا فيديو ثاني في موضوع الريفي. أنا صراحة شيوخ الإسلام كافيين الآن لفتح طرق الدين بطريقة رهيبة. عملنا الصورة هذه مكتوب فيها أثبتت العلماء أن جزيئات الماء تشكل بطريقة جميلة عند قراءة القرآن عليها. شفنا للعريفي، شفنا يعني لما جاء الفرنسي هذا وقال فضحتنا يا رجل. احكي لي شو شعورك لما شفت العريفي عم بيغني له مواويل من القرآن لهذا الفرنسي؟ صراحة أنا كنت منتظر فيديو عادية كالعادة، فيه تهليل وتبجيل، انتم عارفين هذه الأمور، وحتى أن الشخصية اللي كان معاه اللي كان يترجم أعرفه جيدا، شايف له فيديوهات ومتابع جهله. صراحة هو صدم فرنسيين كثار في مواقف، ويتكلم عن النساء بطريقة صلعومية. احنا في الثقافة متأقلمين مع هذا الكلام حول النساء، إلى الدرجة للأسف أنه راحت الصدمة نوعا ما، لازم أمور كبيرة لنصدم. لكن هنا مش معتادين أن يسمعوا مثلا أن المرأة تضرب، أو أن المرأة كالمتاع، أو هذا كلام غريب جدا 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 عليهم، لأنه حتى في وقت ما يسمى عندهم مثلا بالعصور الوسطى والعصور الظلامية، كانت النساء تأخذ الحليب وتبيعه، كانت تأخذ تذهب إلى الأسواق. أنتم شايفين ممكن شخص يبحث في تاريخ ما قبل التنوير أو في العصور الوسطى، ويرى أن حتى في هذا الظلام الجاحم كانت المرأة الأوروبية والمرأة الفرنسية لها قيمة، لها وجود، تأخذ شقاء الحياة مع الرجل. إذا عندهم ثقافة طويلة أن المرأة ليست متاع، ليس بالفكر البدوي العربي. إذا
يكون شخص من بنو جلدتهم يتكلم كلام كهذا يصدمهم كثير. المهم انا العريفي لما بدا الفيديو قلت اوكي فيديو اخرى سيتبجح بها المسلمون، لكن لما سمعت سمعت اجابته صراحه عملت فوز وضحك ضحك ضحك فشخت انا يا رجل على على قولت عادل امام ده انت بتحط نفسك بمواقف سخيفه جدا جدا، لكن صراحه انا في بعض الاوقات اراه سخيفا اراه سخيفا جدا جدا العريف، يعني بيحط نفسه بموقف بايخ الى ابعد الحدود. يعني كيف انسان ما بيعرف اللغه، هلا انا ما بعرف اللغه الاسبانيه، ويجي واحد يقول لي بنفس طريقة الغناء يقول لي هالكلام أفضل ولا هالكلام أفضل؟ إيه نفس طريقة الغناء ونفس اللحن الموسيقي خلينا نقول ونفس المقام ونفس كل شيء، ولكن الكلمات ما عم بفهم لا هي ولا هي، يعني كيف بدي أقدر أقول هي؟ يعني بتجي على وقت الحظ إنه إذا قلت هي أفضل معناتها ربي هو الصح؟ شو هالحكي هذا؟ تفضل ليس انا شايف حاطط شيء شاهدوك نحطه، لكن على فكره فقط هذه ايضا من نفس نابع من نفس النقص من عند محمد، قصه تاثير القران العجيب اسلام احدى قصص اسلام عمر، دائما نعود للاصول. هذا هو الغريب، هو ان الاسلام يستنسخ نفس المشاكل اللي في كتبه ونفس العقليات والافكار القديمه بزي حديث فقط بالآيباد والتويتر ولا وأمور كهذه، لكن نفس الزبالة نفسها. هو كل ما أخذ من حديث المعارض، يعني ممكن تكذب ممكن تعمل كل شيء في سبيل نصرة الإسلام. هذا هو موضوع الفيديو هذه بالذات، أتمنى أن الصوت يكون فيه مكتوب يجوز تأليف القصص في سبيل الدعوة وبين قوسين الكذب فبفصل الشيء الكذب. وسيلة من وسائل الإصلاح وسيلة من وسائل الإصلاح، فقص ما مضى وذكر العبرة منه منهج من مناهج الدعاء وهو منهج القرآن الكريم. بل إن نظن متفقين على هذا الكلام أنه منهاج الخرافة والأسطور أصيل في القرآن. بالضبط بالضبط، منهج القرآن الكريم هو منهج المراعيض المعارض تمام. سيقولها explicit الآن، اسمع مليح. بعض الدعاء يجيز تأليف القصص التي لم تقع للدعوة، وأنتم تعلمون أن علماء ما أحلى عبارتهم، تأليف القصص التي لم تقع. لا بصراحة حبيبي كذب، يعني ما هو كذب، هذا الليلة التي لم تقع، يعني حلوة يعني مقبولة. أنا قديما كانوا يقرؤون مقامات بديع الزمان الحمداني ومقامات الحريري ويستفيدون ما فيها من العبرة ويحفظون ما فيها من النصوص ويستشهدون به. فيا أحبابي بارك الله فيكم، الناس في دعوتهم يحتاجون إلى مثل هذا الآن. يحتاجون الكذب والتلفيق. الناس محتاجون في دعوتهم لهذا الأمر. بكل صراحة أنا أريد أن أفهم كيف مسلم يسمع داعية مثل هذا وهو مع نبيل العوضي على فكرة أيضا، اللي يظل دائما بالقصص الخرافية وبالكاميرات وبالأمور، كيف يسمعون داعي يقول لهم يجوز تأليف القصص التي لم تقع، ولما يأتي ملحد ويقول لهم هذه القصة خرافية ولا معنى لها يقول له لا ممكن أنها حدثت ولا أنت لا هي حقيقة وأمر كهذا، ويدهش لما يرى أن العريفي بعد دقائق سيقوم بها في الفيديو يألف له قصة من الأول ظاهر أنها تأليف 100% وكذب واضح بواح، لكن فيه ناس يصدقوهم. كيف تشرح هذه الأمور؟ رياض تفضل. أنا أقول أن متأسين بأسوتهم الحسنة الذي أدخل أشياء دخيلة كثيرة لم ليس لها أي أساس من الصحة، يعني مثلا يسوع عيسى ابن مريم يصنع الطيرة على هيئة الطين، هذه ولا مسيحي واحد يعترف فيها ولا أحد ينسبها للمسيح أصلا. أشياء كثيرة هي هذه بعد كان لهم أسوة حسنة، فالكذب أصبح جزءا لا يتجزأ
من العقيدة عندهم. والشيء المضحك أنه هم يتهمون الشيعي بالتقية ويلزمون عليه التقية. أنا أقول خشية أن تنعكس عليهم هم هؤلاء السلفية، لأن هم أكثر ناس معروفين بالخداع والتقية. تشوف له فيديو مثلا يمدح بالقذافي قبل الثورة، وبعد الثورة أصبح القذافي كلب ابن كلب. أو تشوف له فيديو لواحد ثاني أعتقد أيضا هو العريفي، كان في اليمن يمدح علي عبد الله صالح قبل الثورة، بعد الثورة أصبح اللهم احرقه بالنار. يعني هذه هي عاداتهم. فلا أنا مش مستغرب أبدا، لا أستغرب. بالضبط. أنا أؤيد كلام أخوي رياض. وفي شغلة يعني القدسية يا شباب، القدسية المحطوطة على النص هذا مهما كان خرافي، السيف اللي إجا مع الغزو الإسلامي لهالبلاد المفتوحة مثل ما قول الفتوحات، يعني شفنا داعش بالشوارع عم تقطع رؤوس العالم على أسباب تافهة، فكانوا الأولين متوحشين أكثر. فالعالم تعودت أنه تسكت وتخاف، حتى صار الخوف شيء مقدس. فكل ما تكلموا فيه وتبجحوا فيه صار شيء مقدس ما يفكروا فيه الناس. يعني السيف الإسلامي هو اللي خلى الناس ما تفكر أصلا. وندعم طبعا بحديث المعاريض، ممكن أنت تألف قصص للكذب وتكذب كما شئت في سبيل نصرة الإسلام، وأحاديث تانية المسموح فيها بالكذب للإصلاح بين الناس، الكذب على الزوجة والكذب في الحرب. فهل أحاديث يعني هل خوف المقدس هذا مدعوم بها الأحاديث هذا جعل الناس ما تفكر نهائيا؟ كل ما قاله الشيخ صحيح. يعني هلا في شيخ بنذكر كان طالع على المنبر ويتبجح أنه في واحد استهزأ، يعني أنا ورياض وأنت اليايس هلا عم استهزأ بمحمد هذا صلعة من الندل هذا، فاق الصبح شاف إيده داخلة بمؤخرته. يعني عطيني عقل يستوعب هالخرافة هاي، ولكن المسلمين يصدقونها بكل معنى الكلمة. هذه قصة واقعية أحبابي. أنا كان لي صديق في بعض الأحيان يتكلم معه في أمور هكذا في الدين، هو يخاف كثير. الخوف أمر أساسي، نظن كلنا عارفين أنه الخوف مع الذات أصلا قبل الخوف من المجتمع، الخوف مع الذات في القدسيات والأمور كهذه. ولا أدري في أي طرف حديث كنت أعطيه أفكار تشكك مثلا مشكلة عمر خديجة ومشكلة الولادات وإلى آخره من المشاكل المنسوبة لحياة الشخصية لصرعة. ولما وصل لمأزق قال لي ليس بمستحيل ببساطة. مثلا وصلنا الأمر ظاهر أنه غير منطقي أو مؤلف إلى آخره، متناقض سميه كما تريد، يقول لي لكن ليس مستحيل. إذن بحثت على قصة خرافية 100% في الإسلام، وهي قصة كيف أسلموا التارتار أو أمر كهذا، قصة الكلب الذي كان لما يسمع القسيس يسب صلعم ينقض عليه، وأسلم 40,000 من التارتار، والقصص كما عارفين المبججة المخججة إلى آخره. لأنه كأنك قسيس يأتي لينصر 40,000 ترتار يتكلم على صلعم. صلعم هو مركز الحياة عنده، شايفين، يترك المسيح، يترك البشارة، يترك كل هذه الأمور، يتكلم إلا على صلعم ويزب فيه. والغريب أنه كلب، بقي كلب مسلم في هذه القصة، كلب هو الذي يدافع على صلعم. قصة خرافية بامتياز. بعدها قلت له هذه أيضا ليست مستحيلة. عدم استحالة الشيء لا يعني عدم معقوليته. هذا أمر ما يفهموش كثير من المؤمنين لما نتكلموا. مثلاً فكرة لما يقول لك لا يمكن أن تؤكد أن لا يوجد إله، أنت أيضاً لا يمكن أن تقول لي أنه ما فيش إبرة تدور على زحل الآن، برهن لي أنه ما فيش مثلاً قصيدة أصيلة عربية تدور في البحر الأبيض المتوسط في وسط البحار. صعب الهدف ليس. أنا عندي، تعرف، أنا بصراحة سويت قصيدة العام الماضي وبعتها على البحر الأحمر، قصيدة تدين الأسماك. وأنا أتحدى كل مسلم أنه يبرهن أنه أنا ما كتبت القصيدة هاي، ويروح يدور عليها بالبحر الأحمر، رح يشوفها أكيد. إذا أنكر وجودها بكون هو
لا يفهم العلم. تمام نفس أنا... الفكرة، فكرة النفي. تفضل رياض. العفو، أنا أستغرب لما المسلم يتحامل على ديانات أخرى مثل البوذية والهندوسية، والتي الهندوسية عندما تقرأ كتاب البهاغفا جيتا لديهم كم من هائل من المعجزات المنسوبة إلى كريشنا وراما وفيشنو، ويقعد المسلم يضحك ويستهزئ، ها شوف التخريف يا أخي، شوف ال... وعندما تكلمه عن البغلة الطائرة لا هذه، ويقعد يجادلك، وهل هذه مستحيلة؟ لا ليست كل شيء مستطاع ما دام أن الله، فليش معنى حلال عليك وحرام على غيرك؟ يعني هذا سؤال جدا بسيط، ليش كيف تميز بين قصة عن قصة أخرى؟ ما هو يعني ما هو القانون عندك اللي يقدر يميز؟ ما هو المقياس؟ بالضبط. مثال مهم، مثال مهم هذا. إذن أنا بالنسبة للفكرة ممكن نضيفها هي أنه كاين فرق بين المستحيل والغير مستحيل، وهذا كلام ثقيل يجب عليه برهان ويجب عليه دليل قاطع، وفرق بين المعقول وغير المعقول. من الغير المعقول أن أؤمن بحصان فيه قرن، من غير المعقول أن أؤمن أنه جان حتى وإن كان شاعر بارع أنه كفيه قصيدة في البحر الأحمر. من غير لا أنا 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 بعدت العام الماضي بس ما بعرف شو صار فيه بصراحة. فهم؟ إذن من غير المعقول في منظور الملحد أن نأخذ بفرضية الإله الإبراهيمي بكل بساطة، هي من بهذه البساطة. ولما تدرس بشريته وترى مدى أتكلم عن الإله الإبراهيمي خصوص، لأنه هذا النقطة المشتركة أظن بين تقريبا كل اللادينيين الذين تركوا الديانات السماوية، هو أنه لدينا نفر من فكرة الإله الإبراهيمي. هو بشري بامتياز، يغضب، يعذب، يقتل، عنده مشاكل لا أخلاقية، عنده مشاكل علمية، تناقضات بالجملة إلى آخره. إذن إيه العيب أنه أظن أنه فكرة الإله الإبراهيمي غير معقولة؟ أعطيني دليل لتظهر لي عقلانيتها. للأسف ما فيه. لكن فقط لننهي الفيديو سيأتي العلامة الكبير العريفي. اطلعت على أحد البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز في القرآن، العلمية المتعلقة بالإعجاز، البحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز، ما أحلى التناقضات. العلم والإعجاز في نفس الجملة، وبحوث علمية. البحوث العلمية أي زي ما بقول الكوميديان محمد نجم بمسرحية عش المجان، شفيق يا راجل، الطويل القصير، التخين الضعيف، يا راجل شفيق يا راجل، هو هاي نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء تماما. فبداية القصيدة كفرة. إذن باقي لبروفيسور نسيت اسمه حقيقة الآن. بروفيسور طيب، بروفيسور نسيت هو على طول ينسى اسمه لا والجميل نسيت اسمه حقيقة بكل لطف وبكل حب، لكن الغريب أن الفيديو مازال طويلة والتفاصيل التي سيعطيها عن الفيديو عن الشخص أكثر من اسمه. لكن بروفيسور مسلم، مسلم بالطبع، فيزياء الماء، يقول فيزياء الماء في مصطلحات جديدة طالعة. تمام، فيزياء الماء هي فيه فلويدز ميكانيكس، هذا ممكن يكون عندها معنى ميكانيك السوائل، لأنه فكر سطحي، الماء مادة وليس سائل، الماء هو الأشدز، هو في حالة سائل في الطبيعة، لكن فاهمين الفكرة، لأنه هو يريد قصة معينة. والجميل لما مسلم يؤلف أو شيخ يؤلف قصة تراه يأتي من بعيد، تعرف أنه سيأتي لقضية القرآن والماء والرقية. إذا قرأت عليه إذا قرأت عليه كلاما طيبا، لو أحضرت ماء وقلت أنا أحبك، أنت جيد، أنت كذا، يقول إن جزيئات الماء الموجودة تتشكل تشكلا حسنا. أذكر أنه بحث علمي، في بحث علمي فيه مكتوب تتشكل تشكل حسنا. تشكل حسن، شو الحسن يعني؟ تمام، في الصورة شفتوا الصورة. هذا الماء شيعي، حسن والحسيني. إذا قلت كلاما قبيحا تتشكل تشكلا سيئا،
هذا الكلام مثبت علميا يعني. علميا. مثبت، واللي مش عاجبه يأذني. مثبت. صحيح بخاري. صحيح بخاري مثبت. لا في أبحاث أبو حريرة. واللي مش مصدق يجي لعندنا في السعودية مجمع الأبحاث طيز الدجاج موجودة. وينو الله. هذا الطيب. وينو الله. يقول وكان معه أيضا هو عرض في إحدى القنوات وكان معه كمبيوتر يعني لابتوب محمول، فعرض بعض الشرائح لماء قيل فيه كلام طيب وماء قيل فيه كلام سيء. ثم حسيتوا التغيير القصة كان في بحث علمي وتحول لطب شو ومعه لابتوب تغير المكان وتغير الموضوع تماما. لكن ما في انها جت كلمه في الببليك النعاج لا تتكلم يا صديقي. على فكره هذه ملاحظه حتى في لما يكون فيه نقاشات في البالتوك المسلم يبقى في هذيك العاده عاده التلقي في بعض الاحيان احتار كانه في الدقيقه التي تبدا تتسلسل في افكار وتعطي افكار يصبح نعجه لا يكتب ولا يتكلم ويسمع خطبه جمعه. غريب غريب. واصل يا شيخنا واصل. كنت في مؤتمر لفيزياء ما في كندا، ففي فترة الاستراحة قالوا ايش رأيكم كل واحد يقول كلام في الماء الذي بين يديه ونفحصه عبر المجهر وفي مكبر بروجكتور يكبر. قال فكل واحد أخذ الماء وفتحه وبدأ يقول كلام ويكتب رقم الطاولة عليه يقول فلما رفعت الماء إلى فمي كنت. والسؤال الذي يساوي المليون، ماذا سيقرأ الدكتور البروفيسور المسلم الذي نسي اسمه؟ واحد واحد قصة غرامية للماء. اثنين سيقرأ عليها فضيلة الشيخ البعدامي وقصائد الخرافية القديمة. ثلاثة سيقرأ شيئا من القرآن. لا فكرت حيارة من سورة جان سورة الويسكي. ويسكي. لا سورة الإنس. سورة الإنس. على الأقل على الأقل سورة الويسكي لها معنى سيحول الماء إلى ويسكي. عليه ويشرب ويسكر ولا. إن أعطيناك الويسكي فصلي لربك وحكي. تفضل تفضل. I like you وأنت good لكن ليش أتكلم خليني أقرأ القرآن. قال فقرأت الفاتحة في الماء ثم وضعت رقم الطاولة فلما وضعوا نقطة منه وفحصوها فإذا هي أجمل كل الصور الموجودة من الموجودين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد يا جماعة عن إذنكم أنا رايح أتوضأ بدي أصلي ركعت نصلي جماعة نصلي جماعة. تأليف القصص بكل بساطة صراحة من يؤمن هذا من يؤمن هذا يعني هو عالم كثير ليس في بهاليل كثير عنا بمجتمعاتنا يصدقونها عن تغميض عين يعني ما بينظروا إليه أصلا يعني صدقني. تمام تمام. طيب خلينا نكمل الفيديو ليس. يقول فتعجب وقالوا هذا تبع من رقم الطاولة. قلت والله هذه تبعي. قالوا الماء هذا أحضرته معك أم هو موجود أصلا؟ قلت لا والله هذا موجود أصلا هذا الماء الذي عندكم. قالوا ماذا قلت؟ قلت قرأت فيه قرآن. قالوا غير معقول هذه التشكيلة أول مرة في حياتي لا نراها هذا غير معقول. خذ هذا ماء جديد أقرأ فيه من جديد. قال فأعطوني كأسا جديدا. فقلت ما دام المسألة التحدي سأذهب وأتوضأ. دقيقة في تعليقات خفيفة. أولا أذكر أنه نسى اسمه. كنا على في بحث كان يقرأه تحول إلى توب شو يتكلم فيه مع شخص ثاني باللابتوب وتحول إلى مؤتمر وذكرى في المؤتمر وتذكر حتى بلد المؤتمر. والآن يعطينا تفاصيل منطقية جرت بين الدكتور البروفيسور المسلم مع المؤتمرين. تخيلوا تخيلوا دقيقة معي مؤتمر هكذا مؤتمر باحثين يعملوا بحوث علمية مئة شخص هكذا أخذ كأس ويقرأ عليه I love you I like you والآخر الحمد لله رب العالمين وكل هذه الأشخاص لهم الوقت والوقت فاضي يتحداوا مرة ثانية ويقرأوا مرة ثانية وأي رقم طاولة وأجمل الصور إيه هذا الغباء.
والعجيب التفصيل الأخير، شفتوا شو ضحكت الشيخ فرحان. العجيب والتفصيل الأخيرة، التفصيل الأخيرة هو راح يملأ الشاكرا. هذا عملته وأنا مش متوضي. ما أدراك لما أتوضي وأقرأ صورة كاملة. بالضبط يعني لما يتوضى لأشوف شو بدأ يعني أكيد بيلحق صورة محمد بال. استنوا علن علن استنوا علي بس خليني أتوضى حتشوفوا الماي صار بيبسي كولا. فذهب الأخ و. توضأ يقول وجئت وأخذت الماء وقرأت فيه سورة ياسين كاملة طاقة كاملة. قالت يا سلام إياه، قال فدهشوا جميعا من العظمة الموجودة بهذه السورة. شوف لي كتبت وكتبت فبهت الذي كفر وأسلموا جميعا ونكحوا حورا. يعني المؤسف صحيح بصراحة، المؤسف هو أنه في أغبياء يستمعون لهذا البهلول ويصدقون بكل معنى الكلمة يعني، ويبنون حياتهم على أساس كذب هذا الدجال. أي صحيح، للأسف الشديد يعني، للأسف الشديد. كتبت في وسط الفيديو كتبت في وسط الفيديو قال هؤلاء تسلمون عقولكم. صراحة تخيل تسلم عقلك وفكرك وحجتك ومنطقك لشخص كهذا، شخص يؤلف القصص وحتى في تأليفه في ثغرات عملاقة. تغيرنا في كنا في ورقة أصبحنا في برنامج ثم في ذكرى مؤتمر. إيه هو المنطق؟ المنطق هو فقط القرآن كلام الله لأنه يشكل الماء فقط، هذه الفكرة لا أساس علمي لها أصلا ومثبت علميا، يتبجج ويقول لك مثبت علميا وجها لوجه. إيه بقية مصداقية هذه الشيوخ؟ صراحة أنا أتأسف كثير، أتأسف كثير هذه الأمور، وأتمنى أنه الفيديوهات بالشكل هذه اللي تحط أنه لهم حق أنهم يكذبوا ويروا كذب مباشرة من بعد وبتعليقات تأثر نوعا ما في التفكير وتجعل إحنا الأمر الأول. أنا صراحة ما أطلب من أي مؤمن ليس أن يصدقني أنا ويصدق رياضة ويصدق جانا أو حتى أن يأخذ بكل الأمور، فقط يتحرى بنفسه، فقط يوقف تسليم عقله لهؤلاء، فقط سواء آمن أو ألحد أو أصبح ربوبيا أو صار ماذا يريد، لكن لا يسلم فكره وعقله، أهم شيء. هو يعني مشكلتنا أنه قطيع، صاير قطيع يعني. فكرة الحرية، مسألة الحرية، الإحساس بالحرية، الإحساس بشخصية الإنسان أنه أنا لي شخصية مستقلة عن كل الناس، أنه أنا ممكن أفكر بنفسي بذاتي، هي غائبة عن مجتمعاتنا للأسف الشديد يعني. هذا السمة العامة عنا يعني بتلاقي واحد دكتور ضروب وطراح وبيقعد أمام شيخ زاوية لا يفقه غير فقه المراحيض والحيض، وبيحكي له بخرافات بقول له البغل طار والبغل نزل، وهو عم بهز رأسه يعني. يعني يكون هو مدرس في جامعة يعني، الدكتور هذا مدرس في جامعة، وصدقوني أنا اتصل فيني شخص دكتور يعني وعم بحكيني من العيادة وعم يتحداني بالإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي بالجنين، وعم يتحداني بإعجاز ما بعرف شو، يتحداني بأنه العبودية هي قمة الأخلاق، ويتحداني بأنه اغتصاب الأطفال مثل ما فعل محمد هي قمة الأخلاق. يعني هدول الطبقة الواعية المتعلمة، فما بالك بالأغلبية الساحقة اللي غير لا يقرؤون ولا يكتبون يعني، حتى إذا قرأوا ويكتبوا لا يقرؤون يعني، أميين بمعنى أنهم لا يقرؤون نهائيا. هو هذا الهدف من البرنامج، أنه يا جماعة فكروا قليلا، راجعوا، تحققوا، لا تصدق كل ما يقيل لكم، ومع شوية من التمعن والعقلانية لابد وأن تصل إلى اكتشاف حقيقة مغايرة لهؤلاء الشيوخ. الشيوخ بحاجة إليهم لكي يسترزقوا يعني، هاي بزنس بالنسبة لرجال الدين هؤلاء والعريفي. لو كل شخص أنا وأنت وهذاك ترك الجامع وترك مثل هذه الخطب ولم يؤيد هذا الشيخ، يطلع عند البطالة، ما عنده شغل، مش ملاقي عمل، يروح يفتح له كشك حمص ويبيع حمص بالشارع، شو حيعمل؟ فهذا هو كل ما هنالك.
بالضبط بالضبط. طيب أصدقائي أنا نحن طولنا عليكم كتير بصراحة، هي أول مرة برنامجنا يصل لساعتين وعشرين دقيقة. واو كتير على هالإطالة هي. طبعا دخل علينا الأخ ليس، وأخ ليس غالي علي كتير بصراحة. شكرا حبيبي، تسلم وتسلم حبيبي حبيبي ليس. ليس إذا كلمة أخيرة بتحب تقولها بالبرنامج. نعم أنا أتمنى أنه كل شخص يفهم أنه كل واحد فينا على طريقته يحاول الإنارة، ومش عمل ليس بعمل نافع أن كل واحد فينا يبدأ ينقض الآخر بفراغ. من حقك حبيبي أن تعمل برنامجك، من حقك أن يكون لك أفكارك وتنشر هذا الوعي، ومن لا يوافق هذه النقطة لا يشارك بكل بساطة ويعمل عمله في سياقه وفي طريقه. المهم الهدف هو أن ننير شعوبنا، أن ندعو إلى حلول، ليس فقط نشتكي من المشاكل، أن يكون فيه منابر لنا للتعبير، لأنه هذا إحنا مش لا نحس 100% أنه إحنا هواء الملايين من الأشخاص. كلامنا وتعبيرنا وحتى هراءنا والضحك على المقدسات وحتى الكلمات البذيئة هي تهوية لملايين الأشخاص مكبوتين لا يمكنهم أن يتكلموا أيضا أو يعبروا عن الأمر. إذن على الناس أن تفهم أن لكل حريته في العمل، وهذا البرنامج برنامج من نوع الإنارة ومن نوع التعبير والتفشير. أشكرك جدا حبيبي جان. شكرا ليس، شكرا كثير لك حبيبي. رياض أسفين كثير على الإطالة عليك، يعني أنا بعرف وقتك ضيق كثير، وهي يوم عطلتك يعني أخذناها منك. يعني بالعكس مش عارف أقول لك إيه بقى. لا حبيبي أنت أخويا، وأنا هذا البرنامج وقناتك هي مثل قناتي وقناتي هي قناتك، يعني حتى وإن لم أظهر دعنا نقول معك كنت أنا راح أذهب وأعمل أيضا برنامج عندي، فهي هي يعني أنا معكم ومبسوط جدا وتشرفت بوجود وحضور الأخ لي ومعنا، وببساطة ضحكنا ضحك جيد. أنا يمكن هاليوم راح أرجع أعيد الشريط مرة، أريد أشوف مرة الأخ. وشكرا للجمهور وشكرا لكم جميعا، تحياتي لكم رياض. شكرا شكرا لك رياض، شكرا لكم أصدقائي. طبعا بكرة الساعة 5 بتوقيت لندن راح يكون معنا أظن عفوا الأخ سامي التونسي في الدعارة في الجنة الإسلامية. طبعا راح يكون نجيب كل شيء من الحديث والقرآن، والساعة 8 بتوقيت لندن راح يكون معنا الأخ مفسر القرآن الجديد أبا الحكم ابن كثير في آيات إرهابية. ابقوا معنا، كونوا معنا، وأشكركم على المتابعة وآسف كثير على الإطالة، ونشوفكم بكرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا لكم.